يو جايز صباح بخير كي دايرين لاباس عليكم نهار نهار زوين نهار جديد عاوتاني الدراري رمضان مبارك سعيد وكما ديما نبقى نقول لكم رمضان مبارك سعيد من نهار الاول ديال رمضان حتى نهار نقول لكم مبروك العيد الدراري اليوم جايز معنا حمزه ابو الفتح مرحبا بك اخي حمزه ابو الفتح نهار كبير هذا اخي شو اخي كان طار العالمي ريكومونداك قال لي شوف هذاك السطر غادي يكون احسن قصه وعبد الرزاق ديال البارح حتى هو قال لي شوف حمزه ابو الفاتح اخي راه غادي يكون احسن قصه هكذاش اخي احسن قالوا لي الحاجه الوحيده غير واش تجي تتلاقي دوي لا لا حنا عندنا البرنامج فريندلي هذا حل عشران والكوين داير بحال قهوه الدراري صحابنا مريحين بحال شي قهوه مرحبا بك اخي حمزه الله يحفظك نهار كبير هذا اخي الله يحفظك شحال هادو كندوي انا وياك وما كتبش اخي نتشاوف ايوا كي درت اخي داك تويتر فيريفايد عيل يا صاحبي كذا مرة واحد فورميلا وتعطي واحد زعما عمري طلبت تويتر لا عندنا عشرنا الفيريفيكاسيون ايوب ولكن ما عمر سولته صافي فيريفيت انستغرام فيريفيت فيسبوك وما عمر سقسيت فيه عاد تنفكر كيفاش اول مره دوينه صيفط ليا في تويتر اييه في تويتر انا ما تنحلش تويتر وما عارفش حتى كيفاش كيتصيفط ميساج في تويتر ونقول ويلك اش كاين الميساج بعدا وانا ندخل قلت عندي ميساج واحد من نهار حليت داك تويتر حمزه ابو الفتح فيريفايد دخلت صافا بخير يا هذيك تونس ندوف واتساب مرحبا اخي نهار كبير هذا ها واحد شويه واحد جوج دقائق الشباب ونبداو اللايف نبدا معك اخي حمزه من الاول فروم زيرو تو هير لا والله لا شوف بقى تبعنا الطريق حتى لمراكش لا شوف الله اخي لا هيرو هيرو علاش اخي شوف بلاك صرا انت اخي دوزتي لونتربرونيا الدراسه لونتربرونيا من ورا اخي عاوتاني الفايتينغ مع الكانسر من ورا الشابتر 2 في لونتربرونيا اخي راه اخي غير هذاك غير داك الشابتر اخي ديال الكانسر از نوت ايزي حتى ونوصلوا له اخي ياك اه غير وصلنا له انت اللي رجعك ليه انت اللي وصلنا له اخي الله يلا باش دابا دير اسئله تنت بين ما يتجمعوا الشباب ونبداو اللايف كي كانت اخي ديك البيريود ها يعني تجيب عليك شي واحد دابا تيتفرج فينا بصحته خصو يقول انا عندي كلش يقول حمدو لا صحيحة ملي كتكون عندك صحيحة كتكون بخير واحد ملي كتمشي ديك الصحيحة اش كتقول لك كدير تقلب على صحيحة باقي حاجة وحدة والله الا صحيحة هادشي شوف انا هادشي اللي كاين عندك شي حاجة ما كتقولش عليها الحمد لله كتبغي هذيك اللي ما عندكش ملي تجي عشان يستقل على شي حدا ملي كتمشي لي كتقول هادشي سنة الحياة والله الا عرفت يا صاحبي ملي كتمشي للصحة كتقول ما باغيش والو شتي انا فرش عليا صحتي وندخل سوق راسي الاولين نصلي الاولين نصلي وقت الماء معاك ترجع الصحة معلم كتقول كسيري اخي هاد الساعة شتو انا مع كوفيد عرفتي شنو جاني كوفيد داك العام قلت صاحبي انا بقيت تابع لونتربرونيا والجرا وجري جري 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 فترة الكونفورت متبدل ياك بالك سالا كوفيد سالا كوفيد بقى فيا التخشع واحد الشهر نورا عاوتاني جراتني الحياة عاوتاني عرفتي شنو راه تيجي عند الشقر تيقول لي اخي سيمو هكذا خاصنا نرجعو نخدمو قلت له اخي اللي بغى يخدم يخدم انا اخواني خدامي بشوية كاينين اولويات اهم في الحياة ايوا واحد شوية عاوتاني تصرفنا الخدمة جايز نبداو واحد الصديق كتب لنا الحلقه 10 لا اليوم الحلقه 11 ياك ما بقيناش كاع كنحسبوا هاد الدراري اليوم الحلقه 11 يوتيوب صافي غنبدا معك اخي ابو الفتح مان الاول قول لي اخي حمزه فين بزاف جيتي مره النقطه المشتركه بيناتنا نسدو لي كومونتير يوتيوب عليك تبارك الله عليكم شتاد الله يعزك اخويا الله يحفظك اكن تورنيو اوف الكومنت اخي حمزه على قبل باش تبقى الشاشه كامله اسمي باش تبان طبوكي صح يلعبوا طبوكي صح اما حنا عندنا الناس الله يعمرها درك يا حمزه ما كاينش عندنا المشاغبين الله كلاص عندنا زوين والله قلت في مراكش فين اخي في مراكش تنسولك على حيت انا ولد مراكش السملاليه في الاول السملاليه وابخي مشينا لسيدي عباد لا تزاديتي السملاليه انا يوتيوب اش كيدير الوالد طبيب العينين اللهم بارك في مراكش دكتور ابو الفتح ولكن زعما ما كنديرش لا بوبليسيتي باسكو السيد صافي زاله بارك عليه لا لا يستاهل الوالد يستاهل اخي الوالده طبيبه ماشي طبيبه راه طبيبه استاذه ديال الفيزياء قراتني في الباك
اللهم بارك. العام فاش سقطت ماشي العام راه داك البلاد جات النقطه يا خضر كاع شحال حطات لك دغنايك والله في العام فاش سقطتي والله فيك النقاط ولا قلتي عليا مزيان الله قالت لك قالت لك ما تدخلوا للمدرسه ما تدخلوا للقسم حتى تجيبوا والديكم قلت لها وانا الوالده سير جيب باك ولا سير جيب باك قالت لك حتى تجيبوا والديكم والله ولي امرك قول لي اخي فين قريتي الابتدائي الابتدائي لسخ اخي انت اخي كلاس احنا وليد الزوين كنا كنضاروا ما فيناش الخنونه والله وبن قريت الاعدادي اعدادي جوج درت المجد وامام مالك والثانوي سحنون جنه الكسالى واخي كيفاش كيفاش زعما انت من 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 هاد من دوك الناس الزوينين اش دوزك لسحنون سحنون اخي مثلا انا ما انا ما عرفتش انا ما عرفتش سحنون فين جات انا والله ما عارفه عارفه فين جاها ولكن ما عمرو كنت في بابا بسم الله اليوم واش جات و تيقولوا لي راه سحنون عادي تجمعوا فيها الكوسال فهمتي كذا كيفاش لا تكون كاسول في شكل ماشي اي كاسول هذوك الكاسول اللي عاد طردوهم لكاع المدارس اي ماشي يقول لك يقول لك على حقاش شنو كان واحد الصاط مع ولد الحومه سقط المره الاولى في الثانويه وسقط المره الثانيه والثالثه الرابعه دار استعطاف وتزاوج وطلب هو يصيفطو لسحنون وبدات عند جانا هذه الفكره هذه ديال سحنون تجمعوا فيها لكن كيفاش اخي انت توصلتي لسحنون قال لي كاينه ظروف سير اخي والعام الاول الباك فيها فاش سقطتي والعام الثاني شنو 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 السبب ما بين العام الاول والثاني شنو اللي خلى اخي العام الاول الوغ العام الاول سيدي سقطت في الباك باسكو كان في 2007 2007 ديك الساعه فاش لونسيت جينيوس وانت كتقرا كنقرا ايتو كانت ديك الساعه عندي 17 عام كيفاش اخي لونسيتي جينيوس لونسيت جينيوس ديك الساعه كنت كتلونسي شي حاجه كتانغيستري الدومين ديالها صافي كتولي هادشي اللي بغيتو يسمعوا هادشي اللي بغيتو يسمعوا يعني ماشي مشيتي سجلتي درتي ريجيستر كدير واحد اللعيبه كتسمى بي او سي بروف اوف كونسيبت فاب نون دومين لا غلا على مسكين اكي كيدير 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 حتى الغيسان غيسان كندوي معاه الفكره انا باقي كندوي بالفكره تيقول لي جيتي الضومي جا ولا اخي غيسان حنا دوينا بالفكره جا هادشي اللي كاين الضومن لا غلا على مسكين 115 درهم بوينت كوم فهمتي 115 درهم بوينت كوم وهذاك البوينت كوم راه بغات تاخذ ليه ايبرجومون ارخص ما كاين وانت بديتي خدام تيبان خدام عاد سير سكين بديت بايبرجومون ميتواليز واحد وقيت خديت واحد اللعبه كيقولوا لها ايبرجومون ريفوندور واحد وقيت خديت سيرفور فيرتوييل واحد وقيت خديت سيرفور ديجي وليت كنكري فيه دي سيرفور فيرتوييل واحد وقيت بديت كنبيع لي سيرفور ديجي واش اخي واحد وقيت مزيان مزيان لا 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 زوين هادشي اللي قال زوين هادشي اللي قال عطاو لينا التعاريف لا 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 زوين هادشي اللي قال ولكن اخي انت كيفاش بديتي علاش بديتي بالسيرفور انا فاهم على قداش نفس التراجيد دزت منه نفس التراجيد دزت منه شنو اللي خلاك دوز من على قداش حنا كان عندنا الترافيك قليل نقول لك كيفاش نقول لك كاين كلمه واحده كتلخص هاد كيفاش علاش بديتي غير بهذاك الميتوالي الحزقه لا لا راه كاملين 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 دوز ناس ميت ولكن اشنو واش الترافيك كان غادي وكيزيد حنا مثلا انا دوزت نفس التراجي اللي قلتي ولكن اخي اللي خلانا هو الترافيك كان تيتزاد الترافيك تيجي لنا خونا النجاح هوست نذكروه بخير تيدير لك بان تقول لك لك راه شي كثير الترافيك اصاحبي السيرفر انتم اللي خدامين بداك السيرفر وديك لارا كنقول اخي انور شنو الحل قال لنا في بي اس زدنا الفي بي اس ابخي درنا بان قال لك خاصك ستيجي انا خلاص كنت بون انا ما كانش عندي سيت اللي كنطلع فيه الترافيك وداك الشيء كنت كنبيع انا هذا الشيء هذا كنت في الاول بيرجومون ميتواليزي بلاص ما نشري سميتو كنت كنشري ميتواليزي بثمن وكنزيد عليه شويه وكنبيع ميتواليزي ميم باري سيلر ميم باري سيلر كنشري بالبيازه بهاد بغيتي كيلو التفاح كنمشي نشري كيلو التفاح 10 دراهم كنبيع هادشي اللي في الاول بدات واحد القضيه قال دابا راسنا نبدا نشريو هذا ناخذ واحد اللعبه كنسميتها ريسيلر كتخليك انت اللي كتكري ديريكتومون هذوك لي كونت دابا جون فهمتي وبديت بحال هكا دونك هذاك سميتو وهادشي كله اونكور فوا باسكو جينوس بديتها بوالو ما كنقول لك والو سيكو حتى ديك 10000 درهم ما كايناش والو ولكن حمزه علاش لي بيرجومو علاش ما مشيتيش شوف دابا هادي هذا هو السؤال علاش لي بيرجومو عرفتي ملي كتكون باقي ديك الساعه سؤال زوين براش ديال شحال هادي براش ديال شحال هادي دونك ملي كنقول لك براش ديال شحال هادي سي 2000 2001 2000 وديك الساعه البيراطاج اي البيراطاج صافي
اي دونك جوكو كنت مع هاد التريب هذا ديال بيراتي هنايا كنت مع واحد الجروب واحد الجروب ديال لي راكرز بريزيليان سميتو بيرفكت بي ار كنت مخشي معاهم هذا واسم اي دونك جوكو بالبيراتاج شنو كتجي شنو البيراتاج كتعرف 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 سميتو تدخل ان سيرفور ديال ويب وتدخل ليه سميتو ها كاينه فيه 5 اس اس اش 5 هادي 5 هادي كتدخل دونك كتعرف لقيت جيت دخلت قلت يا وليت كنعرف كيفاش نفرقع سيرفر دونك الا عرفتي كيفاش تفرقع سيرفر دونك صافي كتعرف كيفاش تقاد سيرفر كتعرف هذاك السيرفر ويب كيفاش خدام شي اي حاجه كديرها خصك تعرفها منين 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 خدام وي دابا تلاحيت سميتو هذا الشيء الفلاحه خصك تعرف الدجاجه منين كتبوا لي نفس الخدمه نفس الخدمه نفس الحاجه اللي ما عرفتيش الفونكسيونمون ديال الحاجه دونك جو بوش ان سيرفور ويب هكا بو الناس اللي ما كيفهموش نفسر لهم غابيدمون شنو هو سيرفور ويب كتدخل ان سيت انترنت كتخشي هذاك النون دومين هذاك النون دومين اسيدي مي كتضربو كتوقع واحد اللعبه سميتها لا ريزولوسيون كتصيفط لك اون ادريس اي بي هذيك لا ريزولوسيون تيكون ان سيرفور دي ان اس كتصيفط لك هذيك لا ادريس اي بي لا ادريس اي بي هي السيرفور ديالك دونك اول حاجه ملي كندخل انا مثلا كندخل هذيك جينوس بوينت ولا جينوس بايما كتصيفطني لو سيرفور اللي فيه انا هذاك لو سيرفور اش كيكون اول واجهه ملي كتدخل اون ادريس كاين كيكونوا دي بور فهمتي كل شاك بروتوكول عنده ان بور البور مثلا الويب هو 80 و 443 443 ديال SSL و 80 ديال الويب ويب عادي ويب HTTP عادي اوكي دونك هذاك لي دو بور ملي كيجاوبوا كتدخل السيرفر ويب هذاك السيرفر ويب كتلقى واحد الفيشي ديال كونفيغوراسيون كيقول لك اسيدي الا دخلتي بهاد السميه genius.ma قلب واحد لو دوسي سلاش دايركتوري سلاش هوم سلاش جينيوس سلاش بابليك HTML مثلا فهذاك بابليك HTML سو غادي تدخل غادي تلقى ان سيت مثلا محطوط ب HTML الا دو كور ما يا ريان افير دونك سي دو كونتوني ستاتيك اللي غادي يطلع ولا غادي تطيح ان تروك ديناميك غادي تدخل اون باج بسميتو بي اش بي بان سيرفور بلا باز دو دوني ديجا بي اش بي دونك خصك تانستالي سيرفور بي اش بي ولا باز دو دوني كيمشي كيقلب لك في لا باز دو دوني اون فوا كتولي كتفهم هادشي هذا هو لو برينسيپ ديال لي باس مزيان اخي راه دونك هكا تسمي وهذا الشيء بغيت كاع هاد المصطلحات هادو يمشيو يفهموهم الشوارع كيفاش راه هذا هو لا باز ديال الويب وتنقول للدراري ديما واش بغيتي تخدم في الويب اخويا راه على الاقل تاخد لك هي لي باز تفهم انا خصك تفهم اي حاجه كديرها الا ما سميتو سينو كتكون غادي غير مدرم وصلنا لواحد الجيل تيشوف الخويا تيبغيف ديك الساعه خويا راه تسجلت في لاسانس بغاسبورت عطاني واحد الكود ما عرفتش ديالاش دونك انت بديها من الاخر بديهاش من الاول شوف لا ولا ستانز عطاني واحد الكود حتى التكنولوجي اليوم هي اللي ساهمناش فيها دابا حنا في الانستونطاني جوجل كتقول ليه شنو هذه كيجاوب جلوفو كتقول ليه بغيت ناكل هذه خويا راه صراحه عنده الصح حتى انا تنقول بعد النهار كندوي اللي ما دوش لا ما ماشي البيترون يعني ما دوش هذاك 56 كي بي اس ما خدمش هذيك صافا نقول لك اخي واحد النهار كندوي انا والصديق سوينغا ودوينا في هذا الموضوع هذا بلي هذا الجيل هذا والجيل اللي جاي الحياه صعيبه حنا عشنا الترانزيسيون لعبنا البيترون طاحت بنات قدام كلام اللي جا لقيتي زاد لقى 5G تخيل معايا واحد زاد ديال قال 5G كلشي كيحضر كلشي كيحضر هذاك تيك توك لا ما دخلوني لا زعما دخلوني كي داير الوقت تما كامل لا مزيان بصح والله الا مزيانه ور فيه تخلعني انا لا انا دخلت انا والغيسان وحنا نتشوكاو عرفتي شناهي جلسنا لو شوك كولتور لا والله الا تشوكينا اصاحبي عرفتي تنقول لها ما يمكنش اصاحبي واش المغرب هو هذا شوكينا شوك بقينا جالسين كنسيو على واش غريب اشنا هو غتدخل اليوتيوب غادي تشوف الترند هذا كل مروكو لا شوف تيك توك كاع كثر تيك توك وهذوك اللي قراو هذوك اللي تيطلعوا تيك توك ملي كتشوف يوتيوب ترند كتقول الحمد لله الحمد لله باقي بيدك باقي الضو عرفتي تيك توك لعبه ديال الضو دخل عرفتي سايبه يا بعد تشوك على صاحبي قلت له يمكنش صاحبي دونك راه خاصنا ندخلوا تمايا ونحاولوا هكا ندخلوا حتى حنا الفكر ديالنا هادشي تاع لونتربرونيا هكذا اللي تنقد كما خيرا صافي تيبان لي هو الفيوتشر ما عندكش كيف دير ليه راه عرفتي غادي فيرا نرجعوا اخي دونك حمزه البيراطاج
هو اللي داك الهوست. لا ديك الساعه وليت كنفهم سميتو قلت لها كان هذا وخلاص ديك الساعه كنهضر لك راه ديك الساعه في 2003 فهمتي 2003 2003 كان عندي 17 عام جينيوس ولكن هاد الشهاده ديال سميتو بديتو مني فريمون يعني 14 عام 15 عام اول كليان انجي الاول كليان 2000 ماشي 2000 كنت عندي ديك الساعه 15 عام 2001 2001 بعت ليه شال سيرفر بيراتي ديال ليمسي قال لنا درت استقبال ب 50 درهم قال لي كان عندي واحد الشال كيبيعوا لنا ب 50 درهم 50 درهم بعد هذيك 50 درهم وكان صافط لي الفلوس بسميتو ب ب موندا 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 بوستال شال البوستال كتمشي مشدينا الصف وداك الشيء مشيت قلت لهم عطوني الرد كاخي عطوني 50 درهم العام الاول سقطت في البكالوريا قبل من الباكالوريا انا كنقول لك سميتو 2005 كنقول لك مشيت على مشى في 2001 ديك الساعه 15 عام مشيت ناخذ 50 درهم قال لك لا كارت ناسيونال قلت له واش من كارت ناسيونال راه انا واحد زعما بوك باش ما كاينش يقول لك شي هذا راه تنعرفو وداك الشيء اش نمشي للعوتشه بسميت الواليد لا قال لك اسيدي جيب جوج الناس اللي يقول لك بانك انت هو واحد زعما شي جبت الواليده وعمتي مالي سينا في بلاصتي باش نسافر مليار فينا ما كنت لها جاوا وصلوني شي فلوس فينا وما عرفوش شحال 50 درهم الله يسخيك اودي يقول لها نعطوها لك بحمد لكن هذيك 50 درهم راه شحال الفلوس لا هذيك راه اخي ديالك فهمتي ديالك شي حاجه 15 صرعه العام الاول هاد الشيء ديال البكالوريا ما سهلش فيها الله واخا هذيك ما سهلش فيها الله حتى هي زوين الحمد لله الحمد لله هذيك ما سهلش فيها الله علاش باسكو ديك الساعه قلت لك كنتي ملهي ملهي دونك فريمون عايش فواحد العالم واحد اخر النهار فاش دونك سقطت ديك الساعه هي فاش كانت لي الوالده قال لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم العلم تما اخي هذيك راه الحكمه الحكمه وهذيك عسى ان تكرهوا شيئا ما نقولوش هذه وجبه عقلها واش انا ساقط في الباك تقول لي عسى ان تكرهوا شيئا فينا هو الخير في السقوط في الباك لا والله اخي الا شي ما تطرى شي حاجه خايبه تنقول لا وكلات عليا شي لعيبه كلات عليا مسوء انايا الفيلم اللي ديال هاد اللعيبه جيت ديك الساعه كنت جينيوس خدام ديك الساعه كان خويا في طايتي هو اللي كان كيشري لي سيرفر ديك الساعه وكيخلص لي داكشي من جهتو حيت بقيت بسلت عليه شحال قدو ما يخلص شحال قدو ما يسميتو يا دونك جوكو كان خصني نخرج من المغرب باش نقدر نبدا نخلص حتى انايا بسميت يا دونك جوكو التشالنج اللي كان عندي هو ننجح في الباك باش نمشي نخوي المغرب باش نقدر تكون عندي كارت دو كريدي انترناسيونال باش نخلص لي سيرفر هادشي هو اللي بغيتو من يسمعوا اخي على حقيقه حتى نقولوا راه جيتو فواحد الثمن زوين كاين الدوطاسيون كاين الدوله بعدا فهمات شويه هادشي اما حنا راه جينا والو مشيت خديت لاكارت من البنك بسميت الوالد ومشيت كنطابو تنقول علاش ما خداماش علاش هادي ما خداماش كنت راه اصلا مديكونيكتي من العالم كاتبين صغيره ورا سمو اوني ان موروكو اللي ان ايوا صافي هذاك واحد حنا دونك اخي وديك الساعه شنو اللي خلى زعما قريتي السنه الثانيه صافي العام الثاني جلست الارض قريت جبت قلت لك وقع شي 16 شي حاجه في بروميير سيمستر و17 ونص تقريبا في دوزيام سيمستر اللي جمعوا لك الطوطال باش خديتي الباك دوز عطيت لك دوز دوز زعما نيت دوز كاع اللي كيجيب الباك بدوز دونك عرفت فهمتي باش ما يجربش علاش يقول لي دوز لا صافي راه ما حزب العشره كثير هنايا واش ممكن سقطت في الباك بشحال سقطت شحال 9.96 ويلي هادي اللي كيسموها العدم خلوني نجع 96 دونك نقطة ديال ونقطة في السبور نقطة في السبور عاجل لا تجي شوية اللي خص لك تبدل واحد خصو 0.4 سيدي والو حنايا شوف كيعطيكم سيستم بينير سيستم بينير دايز ما دايز 0.1 لا والو جاوبوات حيت القراية تيقول لك التربية والتعليم سيدي ولي 0.4 0.4 مازال كونسول 0.4 تقول هذا اللي خدا الديسيزيون ما زادهاش راه زاد على الدولة مصاريف كثيرة راه شدات هاد السيد هذا عام وهي تتقري فيه على 0.04 شحال قريت انايا شحال كان الباك 600 درهم الباك 600 درهم داكشي ديال البريمير بوحدو ولكن الكوليج وسميتو
شي 196 درهم 94 درهم وتربن تربن 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 وعقد زياد جوج دراهم وعقد زياد. المهم هذا كتخلص ماشي كتبقى معاك شي 100 درهم في العام. هذاك الشيء اللي كتخلص فاش كتدخل اييه وصافي ولي كاين هذاك الاستاذ اللي كتخلص انا نقول لك ديال الدولار داك الشيء اللي ما غاديش نقول اوفيسيال راه فلوس اييه ولكن اللهم 100 درهم الاستاذ ولا تخلص مليار وتزيد الاستاذ زين هذا هو المشكل. لا خليناها في 100 درهم هذيك 100 درهم نقادوها شويه باش تولي تخرجنا نص مزيان. شتيتي البان فرنسا فرنسا اشنو فين مشيتي عاود ليا ليا الفرنسيه لا ولكن بحال هذاك قال لك راه هو لومبيسيون باش خدا الباك على حط كارت فيزا انترناسيونال قدامه وبقى تيدبر 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 باش ياخذ الباك. مشيت الوغ مشيت سميتو مشيت عند واحد جميل صاحبي كان قرا معايا باسكو هو نجح قبل مني كان داير ميديسين منصف بوعيطه الله يذكره بخير. مشيت سميتو هو اللي مسكين ايفرجاني هذاك جوج سيمانات الاولى عرفتي كنت غادي لفرنسا اول مره ومعلم عرفتي زقلت واحد الستاسيون قلبي وغايسكت عرفتي كان صافي صافي بقيت انا هبطت كنت باقي هبطت في بلجيكا ومن بلجيكا هبطت الليل باسكو قريبه خراب سميتو صافي هبطت الليل ريحت معاه. المهم سي سامبل هذيك السيمانه الاولى حليت الكونت باقي ما عندي لا ايبل ما باقي ما عندي لا دار لا الكونت شوف الكونت باي بال فيريفي الكونت باي بال فيريفي صافي وصلتي في الحياه. شوف في 2005 انا ديك الساعه كنت حال الكونت كونت باي بال تنبيع فيه في اي باي وسدوه ليا قالوا لي علاش بحال قلتي ماشي لادريس وصيفطوا لي ديك الساعه ملي كانت باي بال زوين صيفطوا لي شيك حتى للمغرب شفتوا داك التوتال بحال لا سيسبند داو الكونت وداك الشيء اللي كان فيه شي 200 شي حاجه الدولار جمعوها وصيفطوا لي شيك للمغرب. دابا ما بقاش واحد الحرام كيسال انا كنشعل كل يوم كيجي شفت شي تاع خوفيش من نوفيج كلامز ما كيبقاش اللي مشى لك شي حاجه باي بال بح ضرب هذا ويلي دابا راه غادي توت راه والله الا لدرجه واحد النهار كندويو مع السيد قلنا له شوف دابا انت في امريكا حدا باي بال حدا كلشي شنو بان لا شنو بان لك نجمعوا لك واحد الدوسي ديال كاع المغاربه اللي سميتو وبحال قلتي يديروا لك التوكيل ونليغاليزو ونوكلوك في امريكا سير اخي راه شحال ديال الفلوس مشات كنعرفوا مشات لي 60000 دولار ولا 40000 دولار بلا شي ميونس ديال الدولار. اي لا هادو باقي ما درناش لو غاز ولا شي مشكل هادو اللي كنعرفوا ما جاش ولا بسخوت ولا جاك صافي قمر انا غادي نقول فلوس فلوسي انا لا لا اكزيتا اكزيتا هو اي حاجه كون عندهم اكزيتا في البنتلي ضرب لك موسى هو ديك الساعه قول لي يا اخي ومن وراها عاوتاني داك كي داز داك العام تاع الدراسه ديك الساعه صافي مشيت لسميتو انا ديك الساعه مشيت لفرنسا كارت كريدي انترناسيونال جيت كان كاين لا قرايه لا والو مشيت ثلاثه سيمانات درت يقول واحد اني صاباتيك اني سامباتيك دوز هكا ثلاثه سيمانات وحبس سديت عليا عاودي راجع على البلاكارت سديت عليا. شوف ديك الساعه غادي ما كاين غير ديليفري بيتزا ما كاينش شوف بيتزا بيبروني عام وانا كنضرب بيتزا بيبروني على هاد اللعيبه قليل اللي عنده هاد اللقطه هادي واحد النهار قليل اللي عنده هاد اللقطه اللي تجي ليا كل نفس الوجبه مده طويله واش وحق الرب المعبود الا كانوا هذوك البيتزا دوك البطاطا تاع البيتزا وراه كتوصل فيهم متر ونص وحداك المهم وحدا ما كانش والاعتكاف واحد الوقيته عيطت لهم في التليفون قلت لهم الله يخليكم سي فو بلا هذاك لا بيتزا بيبروني سي ا باس دو كوا قال لك دو بو مسيو وعامه معلم انا كنضرب الحلوم قال له خلوف قال له صافي حرموا عليا علاش داني مسول علاش داك السؤال علاش كانت بنينه ها واش حيت حتى مرخيص ولا حاجه لا بنينه ولا خلوف عجل وخلوف مي كتكون ما عرفوش واش حرام ولا حلال بنين هذه طرات واحد الصديق ديالنا هو خدام في هوندا في تايلاند جا عند الوالد ديالو ما عجباتوش الماكله ديال تايلاند ويخرج هو يتلاقى مع واحد كيدير واحد اللعيبه بحال اللي قلت شي اش كنسمى سايكوك في تايلاند وكيدير ليه شي لعيبه تفوق منه وتياكلها وتيرجع للطاف تياكلها اجبوه يا تقول لي والواليد وانت كاع ما كتاكل قال لي لا ولدي راه طحت على واحد هنا في الدوره ديال الدار شي كاد سايكوك وتيدير لك فوق منه واحد شويه ديال اللحم قال لي ناضي وقول هذاك راه الحل هو هذا الله يوالي اش بدك تقولها ليا الوجبه الوحيده حسيتينا فيها ضربناها الحلو بعدا على مفنا ماشي مشكلة اخي دونك كيما قلت لك دوزت هذاك العام فغيمون مستوني في الدار كون كونشتيني مستوني في الدار كاع ديك الساعة خدام شنو كتجي تي شي سيد بني في جينيوز خدام كان بني في جينيوز دان كوتي وكان
ديك الساعه كانت الوالده كانت باقا عاقله كتعطيني شي 2000 اورو باش نكريو داكشي. صافي دوزت تماك دوزت الشهر الاولين صيفطات لي الفلوس الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث ديال التليفون عيطت لها قلت لها الوالده صافي ما تبقاش صيفط لي مثلا. لا هو عاوتاني الا اسمو الوالده سبحان الله راه شي ست الناس تلقى لها بسيتي الوالده الوالده ولا الوالده انا تقول ما كانش الوالده كتعطيني هذيك 20 درهم في السيبر ديال شحال هذا واش غادي ما تجي غيمشي عند الوالده غيقول لها الوالده مسكينه دونك سبونسر اوفيسيال يعني 20 درهم ديال الوالد ولا نقول لك 20 درهم راه في الاول راه ديال 40 درهم الساعه 30 درهم الساعه 20 درهم الساعه واحد بغيت داك تقول لي كتقول لهم خدام في السيبر باش تهضر عليك ساعه ساعه المكان فافر مليار تنقول لهم راه وانت خدام كيتمشي جاي نسخوت الوالدين وخصك تنوض من البيسي وكتبدا كتدعي فيه وكتقول لي اصبر بالله جيب لي اوكي هادشي كامل كتكونفيرمي ليا شي كنقول لهم بلي راه تلاقيتو بهاد الوقت زوين على الانترنت دابا كلشي انت ما كاينش شحال الضوء كيت اللاد ما كانش اللاد حنا عندنا شحال هذا كانت واحد التلفازه هادي الماء ديال الكرش عند الدار عند البازقه ما تزيدش هضر اخرى شنو شي ديك الساعه شي سيت شي لانسيت ديك الساعه انا ودريس دريس هو السي تي او ديالنا في جينيوس و تعرف شنو دريس تعرف الصماتي اييه هو اللي كان قاد الصمات هو اللي قاد طايشي السملا ليا تفرجت دريس دي ار سميتو هذاك دوبي شو حقر في اللي كنلقى لحياتنا ما كاين غير واحد غير حداك واش عقلت النهار تحت الطنجيه وقال لي راني حنا بحال هكذا ايوا دونك سيدي دريس معنا ويا لونسي شنو اللي كنت انت واحد الفيلم امريكاني لا الوحيد اللي كانوا داروا هو سميتو هذيك شي ساعه كنت لا لي بوك ديال هذيك كل ساعه كيبان لك شي حاجه ديال السويرو هاجي شكون هو عاوتاني مول السويقه؟ عرفت مول السويقه انا كنت في كازا كنت في كازا هو السويق انت تعرفو؟ اي كالشاط ما عمري تلاقيتو في السويق والمهم اخيت جيت للكارا العالم هي صغيور راه الدراري تلوام من ديك الساعه لدابا عشرة لي سيت منوضي الحيحه ما كاينش بزاف الوغ ديك الساعه انا سميتو لانسيت معاه سمارت تورنت يوتيوب سمارت تورنت سيت ديال تورنت وصلنا ثلاثة المليون ديال لي زوتيليزاتور 2016 شهر اللي في النار لا لي اونغوجيستري لا لي سميتو لي كانوا اونغوجيستريين عندهم الكونت في هذا كان عندنا تراكر كان عندنا تراكر بيتون ماشي غير سيت بيتون تراكر كان فهمتي كاع كلشي كيدوز على سميت ايوا هذاك السيت اصاحبي المهم هذاك هو راه تبارك الله راه ماشي اي سيت راه سيت على ليبوك زعما قلت لك 2005 دابا راه المهم غادي 20 عام دونك هادي 20 عام فهمتي دونك جوكو هذاك لو سيت هو باش ولكن نحرك به صريف فهمتي ما خصش شي ما سميتو باش هي باش وقصي الدم للوالده صافي جاي قالت لي شنو هذا خدمتي قلت لها الوالده شوف ثانكي شحال ضربتو بداك السيت شحال بقى عندك ديال الوقيته شي 5 سنين 6 سنين 50 6 سنين شنو واحد الخطه بدا الاخر شنو سديتو بدا الصاد هادي السيت ديال هذا بيغاتاج ايليغال عباد فهمتي صافي واحد القيده وسورتو فهمتي واحد القيده ما كتبقى داكشي تيرموم كتخاف تتخاف يوصلك داك الصاد هذاك الصاد اخويا ما لا سيرتو حنا المغاربه ما عندناش مع الصاد تيما اخويا خليني بعيد سالي ماشي اللي كاين صافي كدوز كل حاجه كدوز القيده صافي الفالي مات فاس سميتو بعتو كدوز بشي 70000 دولار واش لعيبه بحال هكا لي بوك اقول لك 70000 دولار ديك الساعه 70000 دولار 70000 دولار شوف 70000 دولار سيرتو من الواقع فاش اين هذيك الساعه 2005 لا 2005 فاش تلونسا فاش تباع في هذيك 2010 2011 مزيان يتستيل مزيان دونك انا صحابني واش في 2005 وف ملي كنتي كتقرا صافي وقفتي القرايه بقيتي مع داك السيت اللي عاودت رجعتي تقرا لا ديك الساعه صافي العام الاول ما قريت ما قريتش نقولوا ما قريتش العام الثاني درت سي جي بي تي اس اون انفورماتيك مشيت بديت بروميير اني قريت مزيان ديك الساعه كان كل نهار كندخل كنقرا في هذا تموك داخله كتعطيك كان عندي شنو هذا؟ قلت لك تموك انت الفلوس لا ديك الساعه ما كاين صافي ديك الساعه عايش ترونكيل سميتو بالثلاثار فهمتي كنت تقول لي ترونكيل ماشي كان في الاول ساكن في سميتو ابارتمون فيه ديال 15 مترو
جا عندي خويا هي جاك فلاي ستوديو جا عندي خويا خويا الصغير ديك الساعه ورجع سميتو للدار قال لهم راه خويا ساكن في الطوارئ مش في الطوارئ في الكوزينه ساكن في الكوزينه قال فيها هكا فهمتي وي ستوديو الكوزينه لا لا كتعرفش باش كديرها كتلقى راسك في الطوارئ المهم فهمتي الحمد لله صافي دوزنا هذيك لابيريود صافي هذيك دخلت قلت لك البي تي اس قريت العام الاول في الاخر العام قال لك اسيدي خصك دوز ستاج شنو في ستاج كنت نخدم ندوزو في المغرب قال لك اه ماشي مشكل صافي دخلت اسيدي خايب لي انت راك تجي موحش للمغرب لا شوف الاول المغرب عتمي نمشي نفهم شي برا ما باقيش ترجع كاملين كاملين شوف انا شوف يوم فوا قلت ديك الساعه صافي قلت مشيت للطيرون عجبتني قلت واه والله ما نرجع والله ما نرجع ولكن اخي ديما تتوحشوا المره الاولى فاش رجعت للمغرب صافي عاد كي كتصرفق كتقول واه ديال مولاي المغربي اخويا كيفاش هذا داك الديسيجي هذاك الفاكسان اللي كاين هنايا عندك واخويا كيجد صافي كتدخل المغرب صافي كتقول واه المغرب زين المغرب زين ومي كتجي كتشوف راه المغرب زين صراحه المغرب راه كاين اللي وجيجي شو اللغه اللي كندويو فمشات تمشي في العالم كتلقى داك ديال ماشي قروينا داك الشيء زوين دوزت اسي ديال الستاج مشيت عند الطاهر عالمي ابي ويب كونسلتين ديك الساعه ابي ويب كونسلتين كليان ديالي انا شاد لي ليبرجمون ديال لا بلاتفورم ديالو داك الشيء صافي ريحت عنده 3 ايام النهار الثالث كان خصني ندوز عنده ستاج ديال شهرين مع 3 شهور النهار الثاني الثالث حبست قلت له اميطار كان عيط لنا اميطار قلت له اميطار هذا جاي قلت له انا بالي غادي نمشي نسميتو قال لي اشنو غادي دير غادي تمشي لومبيك اونجستري سيرتيفيكا نيجاتيف صافي شي ديك الساعه من عندهم التكنو خرجتي باش مشيت تروجستري خديت سميه عطاوني سميه جينيوس كوميونيكيشنز قلت دابا عندي سميتو شنو ندير قال لك دابا خصك تلقى لوكال باش دير هبطت لمراكش مشيت عند الوالد قال لي كاين ولكن قلت له راه بغيت نكري لا سوسيتي وهاديك الساعه بون باقي حكي ولاد صات هذا اش كيدير فهمتي ما عرفتي نجيب لي بارون في الاول وعجبني لي هذا قرا 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 القرايه 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 هو الحياه ديالته دايره على القرايه ما قريتيش ما درتي والو لا سيرتو قلتي لي طبيب اخي طبيب راه الباركور صعيب الوالدين كيبغيو لك تيبغي حاجه واحد اللي غيبغي لك باك ولا امك هي الخير ولكن هذاك الخير هو كيبان ليه الخير ديال 1970 ولا الخير ديال 1960 ديال ديك المرحله اللي عاش فيها هو اي دونك دوك هذاك الخير ديالو انا كان ديما مخاري مع الوالدين فريمون مخاري كنقول لك كاين داك الكونفليكت ديال اش كنسميوه القرايه ديال الجينيراسيون القرايه اللي كان ديال المخارج ديالي على حياتي انايا كاملين تعذبنا اخي ماشي انت دابا راك تقول شي واحد اللي جازم كاملين كنا كنمشيو معذبين اخي حمزه غادي بحال الدين كل الحبس دونك هذيك القرايه كان خصنا فريمون خصك تقرا تقول لك راه ماشي سوق دير باك اودي سميتو دير هذا ودير اخويا شوف وانت كيبان لك واحد الفيلم وما كيفهمش داك الشيء وما كيفهمش داك المهم بقيت مع هذا قال لي قلت له راه ليكن ولكن بغيت نكري لا سوسيتي داك الشيء هو كي غادي دير لا مدبر حاكم غادي قال لي راه عندي واحد لوكال مشى فعلى الفاسي مشى ثاني ليه النار بنت لي ما دوكش ما كتميت مي داخل ليه كيبان لي هذا فهمتي لاكوي بيرو الاول بيرو الثاني قلت لي صافي بس قلت لي هذا قال لي باقي ما شفتي حتى شي حاجه نشوف حاجه اخرى قلت لي بغيت هذا انت مالك صافي طق صوت الوالدين قال لي 4500 درهم 4500 والله خير كنحييه والله اذا تنحييه سميه ترت معك الوالد ديالك يعني عطاك 3 شهور باش دير لي طرافو ديالك وداك الشيء خديتو في جوان جويلي اوت سبتمبر بديت غادي الساعة لونسي سميتو غادي نرجع بحالي لفرنسا ديك الساعة اونتخ طون خليتي الشركة خدامة ريكروتيت لي بروميير بيرسون بدا معايا دريس نيت بدا معايا خويا كان خرج ديك الساعة كان هو في اش ام وخرج من اش ام وسميتو هو اللي خدام معايا باقي خدام معايا اليوم كان مع واحد صاحبي واحد مراد كنا بجينا في الأول ثلاثة وأنا دونك أربعة دونك هما كانوا خدامين من البيرو انا رجعت بحالي لفرنسا انا اونتخ طون كما قلت لك دبرت على انسكريبسيون في ايبيتيك ديك الساعه دخلت انتيغري ديريكتومون دوزيام اني صافي ايبيتيك هي اللي باقا ايبيتيك و
لو كونسيبت ديال هذيك المدرسه ديال ايبيتيك هو ليكول 42. كيفاش جا الشوا هذا ديال ايبيتيك؟ ايبيتيك كنت بغيت ندير اون ايكول دانجينيوري. هذيك سي اون ايكول دانجينيوري انفورماتيك والاخرى سي اون ايكول بي تي اس. اشنو واش درتيها حبا ولا هذيك اللقطه ديال الوالد؟ لا ولكن بي تي اس توا راه قرايه ولكن اون ميم طون لا ما انجينيور احسن من سميتو صافي. كدوزت هذاك اللعيبه دونك اكسبتاوني دخلت دوزت واحد سميتو هذاك العام بون اللي كنت كنقرا ديفلوبمون مع المخي ماشي ديال ديفلوبمون انا بلوس لادمينستراسيون سيستيم دونك ادمينستراتور سيستيم كتهضر لي على ديفلوبمون كيبقى يشوفك دونك دوكو كنت كنمشي كنهبط لتحت كانوا عندهم واحد الطابلات البين بون دونك ما كاين غير البين بون صراحه هجيه هذاك هو الديفلوب هذاك هو الخدمه ديالتي دوزت عام تماك بحال هكاك ويافي او ميم طون دبرت على ان كليون تماك ادوبتامك ان سيت دو رونكونتر فرنسا راه تبارك الله راه كيدير واحد 40 مليون ديال باقي دابا ولا باقي دوبتامك راه سيت لي فريمون دونك ادوبتامك هذوك كنشاد لهم لا بلاتفورم ديالهم كلها دونك كنت الهوستينغ ديال سميت وباقي الان كليان جاونا اي دونك دوكو بديت خدام وكنقرا خدام وكنقرا واحد الوقيته ما بقيتش كنقد كنت باقي عاقل على ليبوك قسما بالله الا كنعس على كنعس على ليكم بقى خدام بالليل حتى واحد الوقيته كتلقى راسك الصباح فايق عندك الكلافيي 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 انت بوعاب مع الصباح هنايا هو دونك انا دوزت انا جاتني كي كنعس صافي الله يرحم خويا انا العقل هذا ديال راسي هكا محطوطه على سميتو دوزتها بحال هكا واحد لقيتها صافي ما قديتش باقي نجي غير بين هذا يفالي فير لو شو واش نحبس الخدمه ولا نحبس القرايه صدت في القرايه دونك صدت في القرايه كنت ديك الساعه كان عندي واحد لو شوا دونك كنت باغي نخرج هذا وندير بلاصه ندير لا انفورماتيك باسكو انفورماتيك جو سوي اوتو ديتا صحيح هنايا بقينا كاين كما وصلنا عند الجيران لا لا دونك قلت لك اوتو ديتا اكثر من نص دونك قلت لك اوتو ديتا دونك صوتي غير انفورماتيك داكشي اللي كيقريني في انفورماتيك ما عنده ما يقريني بغيت انفورماتيك تقرا الراس هادشي اللي كاين انا قلت سميتو ندير هاد الخوك ديال الكوميرس ولا بيزنس انا قليل اللي معطيه هاد العباده انت كتجي كتقرا راسك انا كنقرا راسي دابا لدرجه ان تنعطي البنات باش نقول لها انت سير قرا هاد الدوره غادي تقول لك لا خويا ما كرهناش حنا شي استاذ يجي يشرح لينا كتقول لي علاش انت تبروغراميتي بحال هكا راه خاصك تريح مع راسك تقرا نهضروا على هادشي ديال القرايه باش نعاودوا كنت خضره كنت سميتو في البي تي اس واش عندي البروف ديال ليكونومي ديك الساعه وما كنتش مسوق فريمون ملي كون كنت كنجي فيها ما كنقراش كنجي فيها خمسه كنقرا كنجي فيها ثلاثه دونك ما تقرا واحد النهار قال لي اسمع ماشي قال لي مزاي فودري فير ان بو اتونسيون قال لي ان جور tu vas créer ton entreprise et tu auras besoin de ça. Ah je قلت له قلت له monsieur قلت له le jour où je créerai mon entreprise je ferai appel à quelqu'un comme vous pour faire ma comptabilité. Donc il y a خيلي قطاله. لا ولكن حنا في الساعه ديالك. هذيك درت بحال هاد المشاكل هادو اللي دابا تنتفكرهم تنقول دابا ولكن بيني وبين تكوني ما درتهمش تكون قريت ديك الساعه وهاديك ليكونومي افيكتيفمون راه تكون مصلحت ليا ولكن اون ميم طون كيقول لك اني جامي تخو طار بو بيان فير عشني اني جامي تخو فوق تما جا الخير ينفع فهمتي دونك من بعد دارت ام بي اي ودارت قريت كاع داك اللي عجب لي سميتو والحمد لله من ورا ما كان داك الكليون سمعتي في الدراسه صافي ديك الساعه قلت لك واحد البيتي انيكدوت جا عندي واحد الشميم المهم بلا ما ندخلوا في لي ديتاي قال لي كاتي بلاص ما تدخل تمشي كنت باغي ديك الساعه نمشي لكندا ولا هذا قال لي شوف قال لي عندك لا سوسيتي ديالك دخلوك بحال دخل بحالك المغرب ووقف على شكلك صافي قلت عتي تحلوا لي عينيا ديك الساعه تحلوا لي عينيا ثلاث ايام بلو طار حتىني في المغرب لاشيت لابارتمون ريزيليت لي تروك سيت الكونت درت كاع داكشي اللي خصني دار ودخلت بحالي المغرب ويلكم باك اخ موروكو صافي ديك الساعه ملي دخلت المغرب ديك الساعه رجعت للدار رجعت لمراكش هذا كيبان لي ديك الساعه خويا الصغير يلاه حتى هو غادي كيكبر ونهار وما طالو كنسمع الواليد كيغوت
ويا ربي السلام عاجي قاعد كتب لي الحياه ديالي ديال ما كتعاود قدام عينيا قلت لهم انايا سيدنا السلام عليكم جيتي كريتي بوحدك ولكن ما غاتقدرش تمشي تكري بوحدك في مراكش لا لا ما تقدرش تمشي للكازا لا خايبه هذيك كنت تطرف تسكن بوحدك في مراكش بقى الوالد يقول لك والدي تحضر عاجي مشيت للكازا مشينا حلينا ديك الساعه ديرو في تكنو بارك ديرو 260 لونسينا صيفطنا لا دوموند ديالنا اكسبتاوها قال لك هذا ديك الساعه على ليبوك جيتي لو بلو جون اونتري عاود عاود اخي على ليكسبيريونس مع تكنو بارك شنو كاين ديك الساعه شنو خاص خاص واش كتسيفطيهم لا كاد انا غادي نقول لك من الاخر من الاخر شوف من الاخر ديك الساعه كنت في هذاك العام فاش دخلت انايا خديت ثلاثه ديال لي ستاجير جوج دو ستاجير فرونسيز سميتها زورا و إلين وهادو في كوميونيكاسيون وواحد كونتان في الفينانس سميتو خديت لهم ابارتمون جاو جالسين خدموا معنا 3 شهور قلت لهم دبروا جوج الحوايج عندهم دو ميسيون ميسيون الاولى قلت لها بغينا ندوزو في التلفازه دزنا سميتو صافطو فاكس عيطوا لهم قال لهم شنو غير خصك تصيفط فاكس صيفطنا فاكس اشنا هو لو سوجي قلت لهم قول لهم ان جون انتربرونور دار هذا ماشان العباد دخل من فرنسا راه لابا داروا دار الدوري قريت 5 سنين المهم عالم دخل المغرب عالم سيمانا الساعه كانت سميرة ستيطاير الله يذكرها بخير حتى هي سميتو رئيسه التحرير ماشي ولا مديره التحرير قالت لك اسيدي نجيو جاوا هذا الطاق وهذا بنادم تكس عليه كومونتير كي دور عطي الفلوس صيفط فاكس لا فاش دابا 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 شوف شوف حنا اخي دوزيام تقول مش شحال خلصتوهم باش دوزكم في النشره الاخباريه وعطاوكم تسعود احسبوا لنا 9 دقائق و 40 ثانيه ما عمر داروا لنا العمال 42 ثانيه العمال قول لي داخلنا عشان الناس دابا اللي تعرفونا انا وخاي السيم شفتك في الاخبار بشحال باش تفاهمت معاهم بالرب ما عطيناهم سنت دوزيام انا نقول لكم واحد الحاجه دوزيام لا كاع الاخبار ما كاينش واحد اللي كيخلص فلوس باش يدوز سميتو وسيرتو في المباشر عرفتي شنو تكون كتعطي الفلوس تدوز في المباشر عارف المباشر لا كاين اجي سميتو راه خاي كيكون شي تشيك علاش قبل ما يدوز في المباشر لا نقول لك واحد الحاجه ماشي على التشيك ولا سميتو راه بعض المرات خاصك غير تسول غير تقول شنو بغيتي صافي صافي فهمتي بنادم كيبدا كتبان ليه الحاجه لا هي حمزه صعيبه امن بها انت انا سيمو قال لي شوف قال لي سيلو طون باش نقدروا نميتاجيزو شويه كلش غندوزو فيهم بثلاثه تيست كاين جوج زدنا في لي 3 شهور هادشي اللي كاين وكيفاش دارت كيفاش هذا اي قلنا احنا راه غتصايب صافي الطريق وانا ما زعما ماشي الشخص اللي باغي ندوز في النشره الاخباريه حتى الليله بليل حتى تيقولوا لي اخاي سيمو راه قالوا لنا البلاطو صعيب وراه المباشر وتيكون واحد 64 بروجيكتور مشعول عليك انت هو اللي فيك دواوة حتى غادي نصيفطو ويلا الدراري وما قيلها لي حتى الليله بليلتها وماشي حتى الليله بليلتها حتى شي 9 عقلت ونقول له صافي ماشي مشكل غير يلاه عطيتهم العيبات صادو طرقو مسمار سيمانا جا عندنا دوزيام صاحبنا الاخر قلت لهم دابا غادي ندخلوا التكنو بارك قسما بالله ما قريت هذاك الشيء اللي صيفطوا ليهم مي جو سي كو خدموا هذا وجدوا البيزنس بلان العباد الخربيق هذا وصيفطوا ليهم داك الشيء صافي قال لك راه البيرو واجد غادي نعطيو لك في 1 اكتوبر ولا 1 اكتوبر صافي يا هذيك مشيت لميتو لكازا كريت ريحت في كازا خدينا البيرو هذا وكريتينا الناس ديال كازا دوزنا واحد العامين تماك لونسينا البيرو في الرباط اشنو دابا غير السؤال اخي الناس اللي حاضرين يستافدوا شنو دابا مع قداش ديما جندوز تم تكنو بارك ما عندي حتى شي فكره اشنو دابا تما الشركات كيكريو ولا داروا معك شي اوف لا سميتو فوالا عندهم اوفات تكنو بارك يعطوك بحال قلتي هبرجمون نيت فيزيك كليوما دونك اون غرو كيبيعوا ليك اوفات البيرويات صغار فهمتي تيكونوا فيهم واحد 20 30 25 30 35 مترو ابري بغيتي بلوس ديسباس كتاخذ جوج البيرويات وكيحسبوا اليبوك كانت تقريبا 100 درهم المترو فهمتي دونك تيخليوك دوزون تيخليك دوزون حنا بقينا بلوس دوزون مي واحد القيطه انت براسك تحتاج بلوس ديسباس وما كيقول لك ساعات ولا ما عندناش بلوس ديسباس كتهزق شي وشات كنمشي لقند واحد اخر وما تيعاونوك راه ما كيعاونوك باش كنعاونوك عندك لولو الواي لو لوايي كما قلت لك كتقام عليك بواحد 3000 درهم 3500 درهم
دونك 3500 درهم كتاخذ جوج دو لوكو هذوك دو لوكو يلاه غيهزوا لك واحد 6 الناس 7 الناس كتولي 7000 درهم هادي تمشي برا غادي تكري ب 600 فهمتي لافونتاج دابا ديال تيكنو بارك سي كو عندك ليكو سيستيم عندك دابا تيكنو بارك داك لي كليون دي ديجا تماك حنايا اونطون كو ايبرجور كنعندنا بون بارتي ديال لي كليون تماك سي دا دونك وي دوزنا وقيتنا كاع ما يعاب على تيكنو بارك انه ما تطورش يعني تقريبا بقى واش بغيتي يدير دونك راه خاصك سي اوجوردي سي اون اوفر دي سميتي بغيتي ديماري tu es à casa عندك سميتو جو بونس كو سي كيبقى ان بون رابور كاليتي بري مزيان كيما عاودتي عليه دابا كاين طراموي عندك لي سيرفيس عندك فهم شحال حال فهمتي بوغ ديماري قبل ما تبدا عندك سميتو باسكو الا مشيتي لقنت واحد اخر هذا عندك الماء داخل الضو داخل عندك تا انترنيت محترفه على ليبوك داخل تا هي المهم بعدا اوموان كتبدا سميتو شويه دابا ديك دابا كاين بيرو في مراكش وبيرو في كازا وفي الرباط وزدت واحد اخر في مورا في الرباط يوتيوب 2010 حلينا ديال الرباط 2008 ديال كازا يوتيوب ومراكش وعاد ريسامون رحلنا من مراكش خدينا واحد بيرو في بيسين يعني فيل مزيانة فليكس ما نعوموش اشنو لا لا بصراحه اشنو اللي خص اشنو اللي خص اشنو اللي خص زعما تدزتو من بعد ملي خرجتو في تيكنو بارك في كازا مشينا لانوت لوكال في عندي واحد جينا نديرو كلك شكون اللي كرا لك في كازا شكون اللي كرا ليا في كازا الوغ ديك الساعه مشيت نقدر هو اللي قالك شكون اللي كرا لك لابارتمون ديالك في كازا ملي خرجتي من تيكنو بارك Je pense que si je me demande sur quel Walid. الواليد شكون الواليد الواليد ديالك الواليد الواليد لا فيكسيمون الواليد اللي كان كاري ديال بصخوت انا راه قلت الواليد كاري ديال كلشي هو ما كاينش وما كاين حق الله وكيتعزم كيجي كيصيفط لي هذا تقول لك هذا الشهر هذا مزيان اخي مزيان باش يعلمك الريسك من صابيت ما كاينش ديك اللعبه ديال الكام قاده عندي بوم كالير لا الواليد هاد الساعه جانا فين كنحييه من هذا المنبر الحمد لله شحال من حاله سميتو كتحتاجو كتلقاه شاف وانت اخي انت اخي ابو الفشح قلت بغيتي تستقل ماديا ومعنويا نجيب لك خلص وريني الاستقلال اخي خلص خلص لك لا شوف علاش علاش غادي يعطيني فابور هو لقى فابور راه هو سميتو سان انفستيسمون اللي دارو الا كره البرا لي راه دابا غادي يخلص والله الا بعد شي حاجه مزيان هادشي اللي كاين هادشي الشباب باش كلشي يقرا عليه باش بالله يخلص هادشي اللي كاين خلص حق جاب حق جاب المصدر واش انا ولدي انايا نبدا سميتو نكري ليه والله ديال ما خلصت انا العقل تاعي ماشي مزاح قول لي منورا بقيتي في لونتربرونيا ولا شي اتجاهات اخرى ولا شنو صافي باقي راه تنشوف الدراسه لونتربرونيا لا صافي حبسنا بالك ساعه ما بقات قرايه ديك الساعه من فهمتي الكازا ديك الساعه الخدمه 2011 هي كنا اول لعيبه كبيره درنا ديك الساعه سيتي الايكان اكريديتيشن دونك الايكان الناس اللي ما كيعرفوهاش هي الانترنت كوربوريشن فور اساينيد نيمز اند نمبرز سي لورغانيزم مونديال ديال لا جيستيون ديال لي نوم دومين دونك اسماء النطاق اللي بدا ايكان هو اللي كيعطيك الدومين ماشي اللي كيعطيك الدومين هي اللي هي انترنت من الاخر فهمتي هي كتجيري جوج الحوايج كتجيري لي زي بي او لي نون دومين دونك لي نون دومين اي سون جيري بار لي ريجستري لو ريجستري كي جا خي كي جا تسجي لي دي باش خديتو لاكريديتاسيون صيفطت لهم شي ايميل كونتاكتيتي الوغ اول مره كنت كونتاكتيت لايك ان كونتاكتيت دون في 2005 يعني انا عندي هذاك الميل اللي كنصيفط لهم في سميتو قلت لهم راه اللي كاين واللي كاين راه عندي سميتو بغيت ندير هذا صافطوا لي قال لك اشنو خاص انت صافطوا لي داكشي انت كتقرا عليك لايس كتقول كتقول هادشي لا ماشي ديالك داز ليام داز اكزاكتومون 6 سنين عاوتاني جبت هذاك الايميل وقلت اجي نشوف دابا واش نقدروا نديروا اي فينالمون سيتي باقي ديك الساعه ما كان حتى شي واحد في المغرب عندو هذيك لاكريديتاسيون كاين الوراق وكاين الفلوس ولا الوراق الفلوس والوراق من تلقى جا كانت هذا كان ديك الساعه خصك تحط 70 تكون عندك 70 مليون في الكونت ويلي حنايا و 70 مليون باقي لها الصوره وهذا باش جوستومون بور الواليد مشيت عند الواليد مسكين وعطاني قلت ليه خاصني الفلوس نحطها في الكونت بان لي 70 مليون ونرد لك فلوس عطاني مسكين 70 مليون حطيتها في الكونت خرجت الغلوفي فيه زبينه فيه 70 مليون صيفطها لهم حيدت 40 مليون يعني اخي ابو الفتح حتى انت كنت كتكونسوم يعني راه كانت عندك واحد 70 كا باش بعتي لا شوف ولكن يعني كنتي كتصرف لا ماشي كتصرف كنت انفيستي كتعمل فيستي ولا كتصرف
لا 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 ما كانش انفيستي يا يا راك انفيستي في لابواط كتصرف هي خوتنا اللي كيمشيو كيطيب عيان زعما كانش هذاك الهرب باكا فهمتي يو يو نمشي للسواريات في داكشي اي دونت نو لا لا ماشي كاين اللي من غير السواريات كاين اللي تيشري مثلا احسن تليفون واحسن شي ما نشوف الناس مكلتهم ولكن شوف من غير سميتو هذا زعما شحال ديال التليفون كاع كيطير كيهضر التليفون كيهضر جد واحد 2000 اور شي حال وسهل كنت كنهضروش على ولكن اخي ولكن لا لا تنقول لا تنقول لهم راه البدايه ديال لونتربرونور عنده ما يدير ب 2000 تليفون ديال 2000 دولار ولا كتلقى مثلا انا كنعرف واحد الصاط اول 100000 دولار ديالو دخلها مشات يشري جاكيطه ب 5k 5000 دولار غير كل مشتاق الى باق اخي هذه هي اللي دوينا على هذيك المره ديال كيفاش كتجيري السوكسي علاش كتلقى شي واحد وصل للطوب السوكسي وكيمشي لا دروك ويمشي ما نعرف شنو وصل واحد السوكسي اللي عقلو اصلا ما كيستوعبوش واللي خايب هو يكون عندك انا هذاك هو الهدف لا 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 انا سميتو الانتربريز والهدف ديالك هو ديك الطوموبيل الهدف ديالك هو داك التليفون ولا تما فين كيتخربق السيستم شوف اما الا كان شي واحد هما كيتخلط لك كيتخلط لك لاري لاري كونسيكونس راه كيجيو في الطريق ولا جو مرحبا شوف كانت الفلوس دابا نهضروا في الفلوس فلوس زوينين ياك تبلي خنز الدنيا هادشي يسميوه خنز اخ هذا انا بغيت نكون خانز انا هذا جا خانز انا خايف ريحتنا هذا حمدو شاف زاوية من فاش النق الفلوس اخويا فلوس دوزتهم شحال هادي كنقول لك فلوس دوزت ماشي الملاير الفلوس عاوتاني ديك الساعه اللي باقي كنقرا نتبخى عندي في هذاك الدير عندي ابو الفتح بقى لي كتقول لي والله ما عندي بالرفقه يا ابو الفتح الحمد لله حقاش حتى راه مشكله في المغرب عاوتاني بنادم ما تيبغيش يقول عندي الفلوس دوزت الفلوس تقول لك لا اخويا والله انا نقول لك لا دابا شتي دابا الحسقه والنقا والدوران في الزنقه غادي نقول لك الكونت ديال مول الاولاني زاوي الكونت الثاني زاوي ولكن الحمد لله لا ولكن الزاويه اجي اجي ولكن شنو هما الاسيس اللي كاين واسمح لي عاوتاني الزاويه الزاويه غنقدر انا كاع نجبد لهم دابا عندي ناقص 23 درهم وريتها ولكن اخي ما نبقاوش نكرو عاوتاني لا راه كنقول لك الامه ديال الاسيت شنو الاسيت دابا حنا في الاسيت وديك الاسيت باش غادي ديرو راه غادي ديرو بالفلوس وباش دير الدار الاولى والبيرو الثاني والبيرو الثالث والبيرو السابع والبيرو هذا ويعني دونك تماك دونك جوكو انا ايفيكتيفمون وجاي سايك الحديد وجاي من مراكش للرباط عادي انا واحد اخا يسمع الكونت زاوي كونت زاوي ما عندوش لا راه ما عندوش تحرك انا نقول لك الكونت زاوي علاش الكونت زاوي باسكو انا كنزوي الكونت هو عارف الكونت تحط في المشريه خصها تصير شوف انا نقول لك انا ما عندي ما ندير بها راه سميتو الفيرما تلاحيت ليها اللي باقي يمشي للفيرما الفيرما تلاحيت فيها غادي نقول لك طحنات فيها واحد 300 مليون في واحد الظرف ديال 6 شهور عادي تمشيو فيها انفيستيسمو يو دونك دو كو تكون ما درتش الفيرما راه غادي تحل الكونط هاد الخبيث 300 مليون سي مو تيقول لك زعما ما تحسوا شحال عندك في الكونط مرات الحمد لله زعما لا الحمد لله رجعت واحد اللعيبه باش نقول لك واحد الحاجه كما قلت لك انا الحمد لله عارف فك راه يامات راه قبل ما تكون سمارت تالنت وداكشي راه يامات كحلو بيض كحلو بيض هذيك 2005 16 15 عام 16 عام وحكنا بحركين الصح عالي الحمد لله دونك هاد العباده ديال الحرك الصرف خصنا نهضروا عليها واحد شويه ديال راه قلت لك راه الواحد خصو يفرق بين اونتربرونور مقاول ياك وهيت اندرا لهوته واحد اللي ايفيكتيفمون كيقلب على الصرف باغي هادشي تبغي يربح فلوس في الانترنت عرفتي تيقول لك تبغي يربح فلوس واش باغي تربح فلوس في الانترنت تمشي جوجل ما تيقلبش على الشغل في الانترنت تقلب على ربح المال من الانترنت باغي سمي وباغي يربح دونك لونتربرونور ملي كيكون خدام ما كيقلبش على الفلوس كيكون خدام الفلوس تيجي واخا الفلوس كيجيو لا ولا تحل مشكل دابا انت حل شي مشكل ديال لي دومين ما عمر شي واحد حلو في المغرب دار ماشي ما حلوش سميتو داروا كاين بنادم باغ ميل الاولين ايفيكتيفمون من عارف اول واحد اول واحد خضال بديت تقريبا من هذا شي 50000 دومين بين اللهم بارك اللهم بارك دونك حتى هذا السيستم ديال لي دومين ديال لي بيرجمون
حنا في المغرب عندنا في الثقافه ديالنا ديال داك اللي كتشري من عنده خصك تكون كتعرفو هذيك لي بوك لا لا احمد الله شوف خدمنا بزاف على مثلا حنا كنقول لك الانفستمنت جينيوس وانا انفستي انورميمون تن غير في الكوميونيكاسيون والماركتينغ الغرق الفلوس الغرقت الفلوس وكنا الفلوس هذا وديما ديما ندير مخارج هذا ديفيسيتير ديفيسيتير سبع سنين ديال ديفيسيتير ولكن نهار فاش بدينا كنربحوا فلوس الى يومنا هذا كل عام كنديروا الحمد لله مي دونك جوك هذوك الفلوس اللي كنا كنسميتو كتخدم بها على البراندين كتجي كتخسر ديال ماما كومبان ماركتينغ 50 مليون كنت باقي عاقل نخسر فيها و 10000 درهم مقاده ما كتدخلش منا يعني ولكن هاد ستيل براند اور بقات في العقل ديال فرا دونك انا ديك الساعه باقي عاقل في 2015 قادت لاين اختي داكشي ديال البوين ما داكشي ولات متميتو تحطوا لي ستاتستيك لا تحطوا لي ستاتستيك تحطوا لي فاكس ها الفاكس تحطوا لي ستاتستيك جينيوس سيزيام كنا حنا سيزيام كانت ماروك تيليكوم ديك الساعه عندها 29% ديال الماركت شير وكانوا سيزيام ماروك تيليكوم غير هما اللي كيديروا هما اللي ما جابوهاش لانهم شداد جابوهم لانهم غير كانوا هما اللي كانوا سميتو دونك نتعرف معاك اي دونك جوكو مع عاليه مع سميتو داس ليام 2021 ولينا نمبر 1 حنا سميتو دابا ملي كتولينا نمبر 1 مشكله صاحبي علاش ما كاينش معاه من ذات سميتو لا كتولي لا ما كتلقاش معاه من داك ولكن كتولي رد البال لان خويا جرب ولا انت اللي حكينا عليك هذا قزيبك واحد اخر راه هو اللي حدا قزيبك اخي راه حنا في القهوه راه معنا حنا تيكون معاه وداتو الله الا شوف راه انا باي دوي كندوي بحال هكا ملي كنكونوا مريحين هذا هو اللونجاج ديالنا هادي هادي هادشي اللي كاين تبارك الله يقول انا نوصل الرونه الرونه المصيبه اللي كتوصل صد ما تقدرش ترونه شي حوايج كتولي باغي تكاردي داك الوصول ديالك وتتولي تتشوف بانك راك عليك مسؤوليه انت هو الليدر وكتولي عاوتاني كيجيك واحد لحظه الغرور كتشوي تقول انا كاين بوحدي دونك شنو كدير فهاد اللحظه راه كاينين واحد 10 ولا 20 كيتقاتلوا باش يوليو تما كتبان لهم جينيوس كيقولوا حنايا جينيوس غادي دير شي غلط ولكن اللي زوين اللي زوين سي كنت كتولي موديل اللي خصو يطرا كاع باش نقولو في اي لعبه باش نقولو في لي ستارت اب خصو انفيستيو في الغوشيرش ديفلوبمون يعني ماشي كتطلع انت الفوق وتقول لا خليك غادي لا شوف كل حاجه اللي خليك بالعكس راه داك خونا اللي كيتنافس معاك هو رقم 12 اخي تكون انسباير شي حاجه زوينه تقول راه انا خاصني حتى انا واحد النهار وكيشوف حمزه ابو الفاتح راه شي حاجه مزيانه واخا يكون ورقم 87 لا باش كنا ما كدير لي داك الفار ديال السيفا نمبر 6 انا غادي اصعب حاجه هي تدوز من زيرو لواحد اما تدوز من واحد لمليون هي مليون مضروبه في واحد اما اصعب حاجه هي تدوز من زيرو لواحد دونك هذاك لي كلاسي 87 راه داز من زيرو لواحد لجوج ثلاثه غير يزيد اما اللي مزيان في الاستوار ديال حمزه هو الزيرو لواحد داروا ورجع ليه ودار ورجع ليه باش تلونصا وهذاك الواحد الاخر شد وكسينا فيه لا لا الحمد لله زعما سميتو بنتي كتبقى خدام ديك راه كتكون كتقاتل راه كتشوف زعما كاع التماره اللي ضربتي كاع على سميتو كتقول بعد مرات وحق الله الا كتجي كنبدا نسول راسي هذا السؤال هذه ديال واش زعما دابا عادي زعما ولكن اون ميم طون راه خدام راه دان كوتي راه لو بروميي بيزنس خدام دان لوت كوتي لو دوزيام بيزنس اللي خدام فيه لو توازيام بيزنس راه انت كتخسر فيه زباله الفلوس انا مثلا غنوصلوا للغيستورون نهضروا على الغيستورون مثلا راه غتكون مشات فيه ما مشات فيه غتكون مشات فيه 500 مليون ديال الخساره 6 سنين وحنا كنسميتو باش الحياه ديال لونتربرونور هما تيشوفوك غادي تسناوك ملي تولي تتربح ماشي يشوفوك في ديك السنوات اللي فاتت دونك ملي كتجي كتشوف كتقول واحد الوقيته راه صافي راه جي ميريتي هذاك باسكو واحد الوقيته بغيت فيك كتقولوا وصل راه صافي راه وي راه فينالمون سي بلو لو ميم ايفور باسكو راه بونك عندك تيم على قدها اللي خدامه معاك اكسيتيرا التماره ديال سميتو كتصاغيب اوكازيونيلمون مره كيوقع شي فين باقي خصك لا بدا سميتو اوبليجي باسكو انت هي كتبقى هو سميتو مي زعما ملي كتجي كتشوف التمارات تضربات في الاول
فهمتي دابا دابا غنكون نقول لك دابا زعما فريمون ولا كان لك اون تيرم دو خدمه دابا واخا كان 10% ديال الخدمه اللي كندير دابا هي ما بارابور لشحال هادي بارابور لشحال دابا كتكون انت ديك التماره كتكون انت مختاريتيها ماشي بحال شحال هادي كتكون مجبر اخاك لا باطل شنو هي اللعيبه ثاني مجبر اخاك لا باطل تنقولها زعما كنضرب تماره ولكن ما عنديش بحال دابا شحال هادي في الجينيوس ما كانش ما تقول ولا هادشي ما عندي ما ندير به صافي اونكاجي يعني بزز كضرب تماره هادشي اللي كاين ديك الساعه اللي ملي كتكون كضرب تماره ما كتبقى كتذكر الفلوس ما اونكور اون فوا الفلوس راه ملي كتكون خدام ملي كتكون هذا الفلوس ما خصهمش كاع يبانوا لك في سميتو نتيجه هادوك هادي جايين يخدم اكزاكتو الفلوس الريورد كيجي كي صافيني باغاريد الريورد كتجي قول لي اخي اي كان كنتو نتوما هما الاولين الاولين في المغرب والخامسين في افريقيا شي حاجه مزيانه من ورا شنو جا الوغ الكلاود الكلاود درنا سميتو ديك الساعه لا بروميير بلاتفورم لا بروميير انتربريز مع الكتاب ديالك دونك لا بروميير فروم ستارت ابر تو ا كانسر فايتر انا جايين اخي دابا تدولنا على بارتي ستارت ابر غادي نجيو اخي الكانسر فايتر ديك الساعه جا من ورا الحج لا ديك الساعه سميتو 2013 في هارفارد بيرنين مان والحج هادو دابا ذاك العام كان زوال بيرنين مان نشر ويلي ما تفكرنيش كيفاش اخي ساليت السواريه مشيت للحج تريبيت فيها معلم تريبيت يتسملو فيها شي مخشي شارف واحد السواريه كبيره اخي هذيك السواريه شوف هذيك السواريه كانت هي النهايه ولا شنو نسميها لا قرب زعما بغيتي هذيك الاهل هذيك اللعيبه ديال الانلايتمنت كتجي مزيان اخي شي علاش كتكون مصرفق كنت والله هكا فهمتي كيبان جالس كنقول عاودنا اخي هذيك الاكسبيرينس شي واحد الصواري يا صاحبي كيدير لا ودونا لا انا ما انا ماشي ديال الصواريات ولكن انا نقول لك شوف انا نقول لك عبد الله بي عمرو ما كما عمرو ما شرب مزيان حياتي مشترك اخي الله يلاه تبارك لا قارو لا سميت مزيان لا ولكن انا هذه القضيه ديال الانلايتمنت قلت لك واش استعملتي شي حاجه اخرى كذا انا جايك علاش شنو طرا في ديك ملي قلتي لي اخويا تخشيتي تخشات ضربنا لي لي سي وشنو شفتي زراين تمام اخي كنت ماشي انا ماشي لي سي ولكن اش نسميوها كنت المهم واحد النهار كنت باغي نمشي ندير لايواسكا شنو هي اللعيبه هذه ايواسكا شنو هي واحد اللعيبه المهم حتى تشرشف جوجل انا عاد كنت تجي لويس لويس تمشي وكترجع جيت شفت الاخر ورجعت ضفيت وجعت صافي نهار دريزات جيت للسفاره ديال ديك البلاد واش معروفه المهم بلا ما نسميوها قالوا لي علاش باقي تمشي قلت لهم باغي نمشي ندير لايواسكا ويقول لي داك القنصل عادي تنوض تمشي فحالك المزيان اللي غادي ندير معاك ما غاديش نحطك في الليست اللي مباني تدخل عندنا باقي يلا قلت له علاش عادي انا قريت في الانترنت كذا قال لي شوف راه ممنوع قال لي ما عمر تجي عند شي قنصل تقول له هذه الجمله كذب عليا قول لي غادي نشوف هذا المونيمون شي حاجه وانت ما قال لي بحال جاي عندي شي بحال شي الاخر عاد فهمتها بحال مشيتي جباي تجي للمغرب ويسولك شي قنصل ويقول لك باش غادي للمغرب تقول لي باغي نمشي نضرب شي جوان في كتابه تيخليك القنصل تجي يقول لك والله الا مشيت بحالك قال لي هذاك شوف المزيان اللي غادي ندير معاك ماش نحطك في لا ليست نوار سير لا تبقيش تجي ما عمرني نشوفك هنا صافي وانا نقول مشيت عند شي صحابي مراكنا هذوك تيسافروا بلا بالباسبور انا اللي خاصني فيزا باش قلت لهم واش جاش المطرا ما يمكنش نمشي معاكم قال لك لا مشاو همايا رجعوا قالوا لي هضره ملي مشينا تما لديك الدوله راه تلاقينا مع شي سيطان قالوا لنا راه باغي يجيبوا دوك المواد وبغاو يدوزوا لبالي دوزت حضر معنا في بالي الاخر ديال 2015 البدايه ديال 2016 مشيت لبالي تلاقيت مع السيطان المهم كانت واحد الحفله مع كذا الحفله الطقوس الدينيه ماشي الحفله ديال المزيكا يا معلم المهم بان لي بنادم مشرب اللعيبات حتى انا شربت وتيبان لي كلشي معاه واحد تيسموه شامان شامان كلشي معاه واحد الشامان المهم كلشي مع داك الشامان وانا تشرب ديك اللعبه ومريح بحال هكا وتيبان لي خوتنا بداو تيسافروا تيبان لي خوتنا اللي جالسين بداو تيدويو وتنقول له الصاد
خاصني تزيد ليا عمره. قال لي شتي انت ولادي تفزعك قال لي انت ما كتكمي ما قلت له ما عمري ما كميت ما كذا تنقول لهم يمكن شاو ما هما بداو يشوفوا شي عوالم اخرى انا باقي مريحه انا غير هنايا ويقول لي لا هيت بتراي لي ست راه جيت كارما واحد لقيتها معلم تيبان لي راسي في واحد لابول وتيبان لي فهمتي مصافر صاي مشى داك الكون فاش كنت انا عايش وبديت مصاب المهم قصه خي طويله كي تراسي في واحد الشمال صافي ملي تلاقيتي مع الشمال ولا اختي اخي واحد السيده كنت كندوي معاه المهم اخي قصه عرفت رجعت منها رجعت منها واحد اخر وفي الاخر ديال تما تنقول باغي نرجع انا للحياه اللي كنت عايش عرفتي مع داكشي طول مع الترونت مع كذا مع اول مره شوف اول مره كتكون بزاف ديال الاسئله جاوبت عليهم عرفتي راه جيت صاحبي ملي رجعت للواقع اي واش شحال طيب لا لا صاحبي مجي شفت عزرايم جيت نقول يا ربي نبقى حي لا لا خلي الاكسبيرينس ماشي شي واحد اي واحد يعيش بالترب ولا لا لا يو نيد تو بي تكون تكون تقيل واحد شويه باسكو ماشي سمي داك الشيء شوف دونت دو ذات لا بعدا انا الاكسبيرينس اللي قلت انت يقدر خلي لي سدي يمشي شي واحد يفنفن يمشي يطرقع من هنا ولا شي حاجه لا انا ما عندهم منين يجي ويت هارد يجي شي حاجه هارد دي بان سمي دابا قلت لك حبيبي قلت لك انا هذيك الاكسبيرونس ديال سميت راه على صافي ومن تما الحج شهر من بعد كنت في الحج يا سلام من العمره ماشي الحج ماشي العمره الحج ماشي العمره سي ديفيرونس انا نجي نقول لك الحج راه بحال العمره بحال هذوك لا لا الحج الله يخليك سميتو انا كنت ساعه كنت ستي ديجا بريفي كنت ديجا بس كل الحج راه قاعد فيها القضيه فيها الجامبلين وداك الشيء القرعه وداك الشيء بحال غتمشي للحج ولكن راه نيز راه تمشي للحج المهم دوز قلت لك واحد الصواريه احمي قلبي احمي قلبي عالم لا فريمون ستي ستي هذا وكما قلت لك بديت قلت لك اللعيبه تاع شو غو ديفيني اش كندير حيت كنت كنقص الله كتقول اش كندير هنايا اشنا هي الدنيا كاع شنو عرفتي كتولي تو بوز دي كيسيون في شكل جوج ديال لي كونكلوزيون كنت دخلت بهم قلت انا ما باقيش باغي ستريس ما باقيش باغي نمشي كازا نخرج منها رجعت بحالي لمراكش سال عام دابخي دخلت لمراكش اي صافي كتجي كتقول فينالمون سي الكونكلوزيون الثانيه شد معاك الكونكلوزيون الاولى تخوي ستريس تخوي سميتو تمشي هذا الكونكلوزيون الثانيه عرفتي ديك اللعيبه تاع عيش 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 وما تحضيش مزيان عرفتي عيش ما تحضيش ما باغي نكون هي بخير وعلى خير في مخي مزيان ما خاصني حتى شي حاجه اخرى ولكن صعيب ماشي ملي كتكون فيك هذيك الشوكه ديال الا ما درتيش شي حاجه ما تكونش على خاطرك دونك هي هذيك صافي دوز سميتو قلت لك ان موا بلو طار مشيت بحالي للحج دوزنا واحد الحجه مبارك مزيان اللهم بارك الله يتقبل يا ربي امين اللهم امين دونك قلت لك سميتو الحمد لله دازت هذا صافي هي هذيك العام دابخي الحج سميتو الحج قلت هذا صافي بركة عندنا من سميتو من كعارف شي ديك الساعه سميتو راه دار كنت ندخل لسوق راسي وهذا الله يجيبنا شي جبنت الناس جابنا شي ربي بنت الناس المهم هي النوار راه يجوك هادشي اللي كاين عام دابخي فهمتي ديك الساعه سميتو 2014 تلاقيت بالمدام بحال في اليوم مثلا اليوم 10 ايام بلو طار جبنا المدام دونك تلاقيت معها اليوم دازت 10 ايام جبنا لها الرينغ 10 ايام مزيان اخي صافي ملي كتنول معقوله اخي صافي كنسينا روبلات كتبدا سميتو المهم فيلم واحد اخر هذاك دونك سميتو 10 ايام اخرى تلاقيت مع با قلت لي راه عاد دار الرينغ قبل ما كاين لا با ولكن ديال امريكا مزيان ديال ويليوم ماريمي صافي داخل تكون اليوم ريمي بديك هكا ولا لا لا ما وي يا شاب لا غونج على البون واحد شاب ديك الساعه كتحضر لي مويا صافي تلاقيت مع كومنت عليك كومنتار ديال الكومنت صبار جايز ندير تورن اوف كومنتس شتي معاك ست التعليقات ست قال لكم وقفنا في الزواج صافي غادي الزواج صافي 3 شهور بلو طار صافي خدينا غراض درنا الويدينغ اللهم بارك اللهم بارك
العرس ديال مراكش ولا في كازا؟ في كازا. كازا كتمشي للعرس هي بنت اسفي انا مراكش كتمشي ل سميتو زون زون اش كتسمى هذيك زون فرانس زون فرانش كازا مزيان صافي دونك تيريتوار انترناسيونال درنا هذا مشينا من ورايا في جاج هارفرد مع الحج كان فاز ميدو كان داير عاكن اون بوكس اين السنه 2013 ناضي 2013 عطاوني سميتو دونك جوكو من هادوك لي تخوك داكشي لي البيركس ديال هاد اللعيبه هادي اون بوكس لهارفارد صافي ديك الساعه كان صيفطوا لنا الميل قال لك ديك الساعه سكو كانوا بزاف ديال سميتو كانوا شي 20 واحد صيفطوا الميل مع 12 الليل مع 3 الصباح لقيتيني صيفط لهارفارد الابليكيشن ديالي جيت عاودت لهم حياتي طاقة اللي كاين هذا ودرت سميتو واحد اكزيكوتيف بروغرام على الايمرجين ليدرز دونك قراني واحد كونديدا على بريزيدونسيال ديال بوليفيا كان فريمون واحد السيمينار فريمون مريقل شحال ديال البريود بالخف داكشي ديال كتسمى هذا في واحد اكسيلنس شوف طاق طاق بحال سيمانه بحال داك ستيل سميتو داير ديك 12000 دولار هذيك سيمانه ديال العيال شنو هما اللي خلصوا هذا هما اللي مخلصين اللهم خلصين سميتو تكلفوا كل شيء كل شيء البيضه ديال العيال كتمشي طويل الحمد لله دونك بخير على خير صافي هذيك رجعت بحالي رجعوا دونك جو كل هذا تزوجنا سالينا داك الشيء المدام طبيبه هي ابخي وقعت الفاجعه اشنو كيفاش عاودنا اخي الفاجعه باش يعرفوا الشباب الفاجعه هي الفاجعه خصت بالكونسير كيفاش اخي جا التشخيص شخصي هي شنو بالفرنسي لونجلي تم التشخيص شنو كتقول دايغنوست ويد دايغنوست شخصي دايغنوست ويد شخص تم التشخيص دونك فوالا دونك كيفاش السيدي وقع هاد اللعبه هادي ديال الكونسير ديك الساعه انا سميتو واحد اللعبه ما هضرناش عليها من 2012 ل 2014 راه جيت لقيت تماك في الكتاب واحد الشابيت سميتو 6 باكس دونك نحبس دابا سميتو واحد النهار طلعت سميتو في الميزان طلعت 115 كيلو اللهم قلت شي تمشي 6 باكس دابا سميتو 6 باكس صافي دونك ديك 6 باكس دانكو تبرمجت ولات الحياه ديالتي بازي في هذيك سميتو على الهيلتي سبور الهيلتي ماشي هذاك ديال الحفير لا لا واش الريال هيلتي ولا الهيلتي لا الهيلتي كنت كنشوف دوزت واحد العامين ديال داكشي ديال ايرون مان ايرون مان يموت داكشي اللي كان فريمون كنت فهمتي سي سامبل عام ونص كان فيها ستيرويد ولا ما كانش لا 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 قداش معاه بقيت تربط ليا هيلتي بكذا قلت لا 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 فريمون كان سميتو ما كان حتى شي حاجه من داك الشيء القص والسبور قص والسبور كنت كنجري 15 كيلومتر في النهار اللهم بارك 7 كيلومتر ونص الصباح 7 كيلومتر ونص العشيه كنت كندير كنطلق سميتو سيري في 40 مينوت ابيزود ديال 40 مينوت كنجري مع سميتو مع الطابي الصباح وفي العشيه كنت كنفيق مع 5 الصباح كتلقاني ضرب ساعتين ديال السبور مع 7 الصباح نايل عاد باش كنسميتو عاد باش كنمشي للخدمه بالله دونك فريمون كندير داكشي كانت الحياه ديالتي قلت لك بازي على هاد اللعيبه وشحال ديال البيرود بقيتي شاد عام ونص باش نوصل للوبجيكتيف ويكون اخي وصلت ل 78 كيلو ب 115 ولا باقي حمي قلبي كيفاش كاين ولا ما كاينش كيطيح كيدوز هذا اللهم بارك اللهم بارك لا لحقاش نزلت 74 وما كاينش 6 باك اب لا ولكن كنت فريمون ماشي غير القص فهمتي هذا والسبور كنت فريمون هذاك السبور ديال نهز البرويطه وديال سميتو قلب الروايد وداك الشيء انت كاع داك الشيء اللهم بارك لا كنت كنت في كازا كنت باقي في كازا صافي يا هذيك اسمي دونك جوكو مي تزوج سميتو اسن وراك ولا هذا بلاد مضارب الكوستيم ديال المهم غادي يكون اي نعلبوا الواحد لابس ديك الشيء ديك الميمبي ما كاينش
صافي دونك وصلنا بعدا التصويره ديال 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 العرس كيبان لك باش تقول هذا راه تقول انت اللي خرجتي عليا صافي صافي يا هذيك غادي حنا سمعتي بان لي هذه الليله هذه خايبه ما حنبانش في الدار غادي دونك واحد واحد التصويره في الانستغرام كدور واحد خونا ناعس في الجرده ويقول لك المهم وين ربحت واحد النقاش مع الزوجه ديالي هذه النتيجه ديال كثر نحشي كومبليك صافي الكلاش صافي هذيك دونك دوكو انا ملي تزوجت كنت فريمون هذيك اللعبه تاع هذا وبقيت ميم ابخي سميت صافي هذيك فاش باق مرض دونك هذاك اللي كيقول لك راه سميت وكي خصك تكون هيلتي وتكون هذا باش باش تكون اون بون سونتي انا ملي كنت غريض كنت بصحه جيده صافي وضيع هنا لا لا باش ما نعمموهاش اخي كلشي يقول لا شوف داكشي ديال الله يلا صافي دونك كما قلت لك المدام طبيبه على واحد النهار فايق بعندي هنايا في عنقي عشان ولا هنايا سبع شهور هنايا هي كتبان لك انا واحد اللعيبه وي صافي انا هاد اللعيبه هادي سيدي تنفخات ليا هنايا ايوا صافي دونك المدام شافت لي ديك اللعيبه من فوخا قلت لها راه شوف هادي واحد اللعيبه كضري وهي تبدلوا فيها الالوان عزميتو قالت لك لا هذيك اللي كنت طالعين الاسفي عند لي بارون ديالها كنت نقول لها ودي راه والو ما كاين حتى شي حاجه ماشي انت عادي يعني تتمشي كلشي الوغ كنت ديك الساعه باقي عقل عليها بحال دابا كنت كان كل نهار باقي كنجري كل نهار باقي كنجري وهذاك النهار نوض كنجري ما قدتش نجري الطاقه كتمشي ما قدتش كنجري ما قدتش نجري كنوقف فوق هذاك التريدميل والو مخي باغي يجري والركاب وسميتو الزدري ما كاينش صافي دونك هذا مي جي با في قلت بتاتكو كنجري كل نهار عييت الجسم بغا يركوب اكزاكتومون دونك شافت لي القضيه بحال هكا كي تقول لي سميتو خاصنا نشوفو الطبيب ديال ما كاين شي حاجه تنفخات راه غادي تبيز ما عادي زعما دابا دوز هذا مغاربه صافي الطاقه صافي هي كتبان لي هذاك الشيء مشينا لاسفي مشيت هذاك انا مشينا عند الدار هذا نسيبي حتى هو نسيبي هو راجل اخت المدام لا الراجل اخت المدام مون بو فخير تا هو كيتسمى نسيب دونك نسيبي تا هو طبيب نسب كبيره وطويله الثاني سميتو لهذا لوبيتال خدامه في لوبيتال الثاني درت ديك الساعه سكانر على صدري صافي خرج السكانر ابيض وصات تبدلوا فيه الالوان ما عرفتش سميتو قال لي لا ما كاين والو قال هنا ما كاين والو صافي الغد بحال ساعه كان الويكاند كان باغي في عاس في ديك الساعه قال لك سير تمشي لمراكش ديك الساعه دير سكانير دير هذا صافي ديك الساعه درت ان سكانير بان زمان داكشي مخربش في سكانير اون غو شنو كانت عندي تيومور قد اللحى وكانت هنا في صدري فريمون قد هكا فريمون كبير فيها واحد 23 سنتيمتر على شي 19 سنتيمتر كانت فريمون انورم لا على 13 سنتيمتر 13 على 23 كبيره اي شنو كانت كدير كانت كومبريسي ليا صدري دونك ملي كنقول لك راه نايض نجري ما قادش نجري باسكو لي بومون كومباسين فهمتي اي دونك دوكو شنو كان خصني ندير كان خصك دير ندير هاد اون بيوبسي دونك حيدوا هاد اللعيبه هادو داروا ليها لاناباث باش يعرفوا شنو سميتو طلع هوتشكين شنو هوتشكين سي ان كونسير كي توش بحال قلتي ليمونيتي المناعه اللي هذا دونك هادشي هذا كلشي داز في سيمانه فهمتي انا في الاول كان هذا مع داك لو تيرم تاعك كيفاش جاو قالوا لك هاد القضيه هادي ديال راك تشخصتي كونسير المدام اللي قالت ها سميت درناها سميتو بزاف ديال لي هذا المهم ملي تدار فدار هذا مع داك اللعيبه ديال الكلمه ديال كونسير اول مره غنسمعها شفنا الريزولتا ديال لاناباط انا والمدام والوالد كيقرا سميتو هذا لو تروك وي بان لي الوالد داك طاح في الارض وكيبكي اي عرفتي وديك الساعه اجي كون خلعك اكثر ما يعني انا يا بو ما كيقول لك راه المرضي هذا الدواء سميتو الدواء شنو هو الدواء واش الشيميوثيرابي والراديوثيرابي وانا هذيك اللعبه ملي كيبان لي الوالد انايا طاح تصرفت نقول ليه اش سميتو هي فاش قال لي كونسير وانا نتصرفقت انا يعني وات الكونسير العاود ايوا صافي دونك سيتي فريمون واحد مي
شديت لا شوز فهمتي بواحد الطريقه ايجابيه. لا مازال ملي جاك الكونسير شنو الافكار اللي درتي؟ هذيك اللعبه تاع غادي نموت ولكن والله اخويا زعما فريمون لا خلي الموت الموت راه كونسيكونس تقول صافي هذيك لا فان. ولكن شنو الافكار زعما فاش عادي شنو اللي بغيتي تقولي يا سميتو؟ كانت عندك هذه الفكره ديال غادي نموت ولا كانت عندك ديك الفكره ديال ما غاديش نموت؟ لا ما كان عمر ما عمر شوف راه كداش انا عندي هذه الفكره هذه كنت كنموت كنت كنموت وكنقول لا ما غاديش نموت اصلا سيرتو ولكن انا صراحه اللي زاد لي الثقه هو الطيرون. دابا كنت كنتفرك عاد لي المصرانه الزايده في السعوديه وركبت في الطياره عرفتي ما حطيت رجلي في الطيرون وانا نقول مستحيل نموت انا صافي وصلت للدوله هادي اي موت وما ما نموتش انا المهم يزيد تعاون بالي انا سميتو هادي قال لك هذاك لي موفيز اير بلوك خيف جامي هذاك دونك انا قلت انا صافي زعما ما هادي الدنيا فهمتي كاع شنو هذا قال لك خصها الدواء ناخذ الدواء فهمتي ولكن فريمون الحمد لله كان داك الايمان الايجابي ديال ما غاديش نموت انا حياتي كلها بحال هكا شتي كنجي غادي وخرت غير نموت دونك خلينا انا مامن ما غاديش نموت ولا مت عادي قال لك ستيف جوبز ما عرفتش هو اللي قالها ولا شي واحد معاه قال لك اسيدي ليف ذا داي از اف ات واز يور لاست someday you will most certainly will قال لك عيش الحياه اخر نهار واحد النهار غيكون هو هذاك اخر نهار وليد اخر نهار صافي دونك دوكو انا فريمون خديت الحاجه فريمون واحد الطريقه ماشي ايجابيه مي صافي سي جاب ربي عطى الدواء لا ولكن تقدرتي عاون هما زعما الاطباء تيقول لك راه تلا زعما حتى الاحساس بسيكولوجيك ديالك اييه سي سي شوف انا واخا هكاك الحمد لله فهمتي سي بحال قلتي انا ça aurait pu être grave mais ouais, ماشي ouais. تعرف سبارتاكوس ياك سبارتاكوس واحد لا سيري لا سبارتاكوس المهم شي الفيلم لو لا سيري لا سيري هذاك لاكتور الاولاني ديال لا سيزون 1 جاه لو ميم سميتو مسكين كوفش دونك دو كول كوفش يعني مات راه لا وجه ليه زعما انا فاهم كوفش دونك مات انا من مراكش الناس ما يفهموش كوفش دونك سات كوفش لو ميم اكزاكتومون لو ميم تروك دونك دو كول كان سا اوغي بو اتر فاتال مي الحمد لله ربي شحال من المواخذه ديال التريتمون 9 شهور تقريبا من اوت 9 شهور وكان مارس افريل هارد مع الشيميوثيرابي اخي دوز سميت بالروج ولا كيفاش كنتي كتحس ايفن اي نو از هارد ديسكرايب الفيلينغ ولكن نقربوا الواحد من باش ملي يشوف دوك الناس ديال السرطان مصلى كذا يحتارموا يقول لا راه خليت زعما فريمون هذا ما طاحش لي الشعر كنت يطيح وفات الشعر كيطيح سا ديبون على البروتوكول اللي كتكون متبع فهمتي على البروتوكول اللي كنت سميتو كنت هادي غير قبل من لا سيونس كنت كان عندي اون سيونس شاك دو سومان كل جو سيمانات كان عندي اون سيونس ديال سميتو لا سيونس لا سيونس ما انستالوش هي لا شومبر واحد اللعيبه كيسميتو باش يبدا كيدوزو ليك منها التريتمون انا ما درتش هذيك لا شومبر كانوا كيدوزوا ليا سميتو بلانترافينوز الانترافينوز كيقلبوا على العرق وكيخشي ديال ما هذيك الشوكه هنايا وكيبدا يدوز ديال المكسم من هذيك سميتو بوندو واحد 3 سوايع 4 سوايع واو كيبان لك داكشي كيسميتو تبوعاو تاعتي ما تفكرنيش الصاد كنت واحد الوقيته كان واحد الدواء من هذوك اللي سميتو حمر والبوله ديالي حاشا كتكون ولات حمراء اي دونك في هذيك الوقيته وليت كتبان لي شي حاجه حمراء كتجيني تبوعاو فهمتي غير باش نديرو لي تاع الحموريال دونك المخ ديالي كان ايليتي فريمون كنت كنعيش لينا في محمزه كانت جينيوس خدامه تشي او بير كنت كنخرج من لاشيمي والله يخليك كنمشي للبيرو وتقدروا وقعوا شي بلانات جريتيهم ما تفكرنيش كان وقع واحد المشكل فريمون خايب لا مزيان قلنا خير بزاف لا ما غادي هذا الدخوك هذا ماشي شي كلازه ولا شي لعيبه وخصك توبي شوف هذاك هذا المشكل هذا ما غنهضرش عليه باسكو فريمون سيتي اون تري موفيز المهم المشكل في الخدمه وجيريتي تاعو سميتو ما جيريتوش لي جيري مي فهمتي كنت كيبان لي مشكل وكيبان لي شنو خصني ندير ما قادش نتحرك دابا والله ما قادش نتحرك دابا هادشي كيبان لي المشكل الحياه كيبان لي المشكل عارف شنو غندير وباش نقاد المشكل وما قديتش ندير والتيرمو هذا وقع تري تري غراف بروبليم مي بون الحمد لله داكشي تيدوز تيولي باضي ولكن غير مزيان الناس يسمعوا سي فهمتي فريمون دوز واحد الوقيته فريمون خايبه بزاف فريمون دوز خايبه بزاف
دونك جوكو كتقول ما عرفتش شنو درت في حياتي باش درت في حياتي بيني الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل حد كفرنا صافي كفر على سميتو بقينا في موال الحمد لله الحمد لله سميتو كيفاش كيفاش جا غادي تزاد واش قال لك تعال ما داك فوقاش وقع هذا الشيء الله يخليك باش كنت كتشوف طايمين طايمين شتي داك الشيء كلشي طايمين هي احسن حاجه الله يرحم لك بار الوالدين المدام اون سيمين افون ساقت الخبر بانها الي تي اون سيت زيد هذا البارامتر الله يرحمه الله يرحم ليك بار الوالدين زيد سميتو سيمانه قبل ما نسيق الخبر بانني فيا شي حاجه بدا اول سين كنسيق الخبر بان المدام حامله وكتقول من دابا 9 شهور غادي تزاد تجولي وليد ولا بنيته في الماكس بنيته ها وليد تنقصدو به وليد غادي يكون ولد واو كبيره اي دونك دوكو وكتسيق الخبر بان سميتو هذاك زعما خصك تشوف حتى سميتو المدام تا هي مسكينه اللي كيبان ليها هكا فهمتي اللي هي عارفه لا غرافيتي ديال داكشي باش الناس هذوك الناس اللي الادرى ب شنو ديك اللعبه تاع معلومات كادرى بشي حاجه كاين عالم بالعربي دونك هذيك اهل مكة لا عرفتي هذه حمزه راه تحرمتي من الفرحه لا فرحنا ولكن ديك الساعه بالعكس واخا انا نقول لك كانت انها زوينه ديال تيقول انا ما نرموش تنشوف الوليد لا قاو تكون عزيز اوت قلت لك ديك الساعه ديبي اوت شي سقنا الخبر في انا تلاقيت بالمدام عام قبل لو 3 اوت 2014 وهذا الشيء هذا وقع في لو 3-5 اوت 2015 دونك عام ابري اي دونك دوكو انا كانت عندنا هذيك الخبر زعما اللي سميتو كان بلانيفيو غادي نسافروا اخر سفيره راسنا بلا قبل ما يجي سميتو راه وكانت كاسين كان هذا وصافي وفينالمون كنا غادي ندوزو هكا فهمتي مع ديك الساعه غنمشيو لانطاليا ما عرفتش فين غنمشيو سخنا دوزنا فكرينا في المناره ساخر انت كرينا في المناره زوينه والله الا زوينه ايوا دونك دوكو دا سميتو فوقاش غادي نسالي لي سيونس ديال ودوك كليك لي بهاد العباده ديال كنو كيدوزو ديال انترافينوز كل جوج سيمانات قلبو ديال الماجيك كاع كل يخرقوني دابا باش يدوزو سميتو علاش باسكو كيقول لي الطبيب قال لك عندك اسيدي 6 تاع لي سيونس قلت ماشي هذاك على 6 لي سيونس ماشي مشكل غادي نصبروا دونك عتي هادي راه بوتان عتي كنفكر راه كنفشل دونك ماشي مشكل ستات لي سيونس واحد احو بردات ما نحتاجش نخرج راسي دازت ستات لي سيونس درنا سميتو بيت سكان وداكشي الحمد لله هذيك لا تيومور اللي كانت سميتو باش كتصغر صاد بقى فيها الربع ديجا هاد لو تروك هذا اللي سميتو تفش المهم صافي ديجا كل لو تريتمون الحمد لله صافي مشينا عند هذا سم صافي انا غادي للطبيب فرحان سالينا صافي وكنعطيه العباد كيسميتو كيقول لك هادشي مزيان دونك زعما بوغ وصلنا دابا النص ديال التريتمون باقي 6 ديال لي سيونس قلت نعم زاد لك 6 اخرين عرفتي كنت بغيت نخلي ضربو عرفتي شنو انت كدير ديال الكم داون في مخك كنبدا نحسب هكا نهار بنهار ليله بليله يعني باش توصل انا مخي عارف 6 قال لك اسيدي قال لي كل سيونس فيها جوج دو كور دونك كل سيونس قال لي هذا الدراري ما كيفهمهاش الطبيب انا كتقول لي هذه 6 هي 6 دونك 6 هي الجمله اللي كنقول لك النهار طبيب مع قلت لي هذه الهضره ما كتفهمش الطبيب ما فهمهاش عاد قلت لها راه دابا في مراكش عاد شرح لي القصه ديال ما كتفهمهاش الطبيب انا كنت كنقول لها ما كيفهمش كيفاش انا كنقاس كنتسنى حتى فريمون سعرني ماشي زعما اي دونك دوكو اش كنشوف هذاك الشيء كاع كل اللي ضربت باقي غنضرب بحالو واي ولكن الحمد لله اخي ملي بان لك راه كاين تحسن انا تنقول يقدر هذا هو اللي تقول عاود قال لك سميتو ماشي مشكل دونك بديت عاوتاني في شي خدمه في العيبات هذا عرفتي زعما ما خليت ما صافي كملنا واحد ديك 6 شهور اخرى
ماشي 6 شهور 3 شهور اخرى تحسيتي كل هو سيتي بلوس كنت 6 شهور باسكو هاد البلاد سعيده واحد وقيته كيقول لك الدواء مقطع وما يمكنش دواء الكونزير تا هو تقطعوا ديال المره ما يمكنش واحد وقيته مشيت شريت الدواء من فرنسا من المانيا صيفطوا لعمتي في فرنسا وصافطاتني باش نداو راه لا انا خبيت صيفطوا وشد الديوان ايش داك الديوان لا شي فريمون فريمون المال سيستيم دو سونتي ماروكان المهم انيوي دونك دوزنا داك ساليت لا شيميو غادي تزاد بنتي في لو دي مارس 2016 ديك الساعه مع الاخر سيونس دو شيميو الحمد لله جات قبلنا كان الحمد لله جوست ابخي دوزت واحد الشهر واحد اخر ديال لا راديو ثيرابي كان ديك الساعه عندي اون سيونس بار جور كنت كندير هكا خمسه ديال السيونس في السيمانه درت شي 20 سيونس ديال الراديو ثيرابي صافي والحمد لله جوسكا ماتنا الحمد لله كان سالفري الحمد لله الحمد لله ريميسيون طوطال بعد الريكوفري رجعتي عاوتاني لونتربرونيا دونك في على فان ديال سميتو ديك الساعه فو ديك فريمون وصلت عييت عرفتي فاش كنت عييت سي كو مورالمون بسيكيكمون كاع كلشي كنت فريمون مو فيزيكمون شحال ديال الوقت شحال ديال الوقت باش رجعتي عاوتاني للتراك باش نقول عاوتاني ديك الساعه لا 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 باش حتى ديك الانرجي رجعت لا لا الانرجي وان فوا كسميتو الحمد لله غير واحد شوف احسن نعمه عندنا سميتو شناهي كتنسى نيسيون كتنسى الحاجه هذيك سينو ما نسبكليش كتنسى راه غادي تكتب دونك دوزت هذا صافي جوست ابري قلت لي كان سميتو صاحبي كمال كان خدام في ان بروجي ديال لا ريستوراسيون فهاديك الساعه ديال سوشي ديليفري سميتو سوشي اكسبريس كنا كنليفريو السوشي دي بلاطو ديال السوشي كي جا خيت دخلتي لهذا البروجي هذا الوغ سيتي بروجي ديالو هو بيتش نهار قبل ما يتلونسا البروجي قلت لهم انا جا انفيستي معاكم سميتو وانا جافي انفيستي في هذا البروجي كما قلت لك غير باش نشوف باقي عندي هذيك لا فلام ديال داك الجهد ديال لونتربرونوري وي اي سي تافيري كو وي باسكو فينالمون هذوك لي زاسوسي ديالي كلهم ساحبوا وانا اللي بقيت زعما هذيك سوشي اكسبريس هي اللي ولات فود فيك الجوع فود بوين ما خويا اخي انا كنت عايش في بارون جيت كنقول شي واحد فيك الجوع تيقول لي فود بوين ما خويا اللي قلت له فيك الجوع كيجاوبني فود ماشي فود فود بوين ما تقول لي بغيتي تقول فود تيقول لك لا فود بوين ما فود بوين ما خويا دونك اسيدي انت ما عمرك مشيتها كاع لا ها هي شوف هاد الصوت هذا بان لي واحد هذا لا هاد الصوت بان لي واحد لا فيديو حطها الزايد كيفاش اخي طلع هذا الفيديو ما كيصور عندهم لا تتحلي دابا شنو درتو كي درتو هاد الاشاره هذا درتو في يوتيوب ولا في اي بلاتفورم شي تحطو هاد لا فيديو هادي كنا بغينا نديرو فيديو فيها ثلاثه الثواني ان سكيب ما تكونش كتسكيب شنو فيها فيك شو فوت بوين سالين هاد السيد هذا هو الدريفين اللي عطيتو الله يرحم باك غادي تقول فيك شو فوت بوين وبدات كتوحل ليه حنايا ملي كنا كنسجلو ما حبسناش سميتو بخات الله ورسوله دونك حتى الاخر كنجيو كنهزو لا فيديو كنقولو شنو اشنا هي لا بارتي اللي مزيانه نقطعوها من هاد فيك جو فوت بوين ما كنلقاوش كاينه حتى شي وحده مقاده شي عرفتي شنو حبس غنحطو والديها هكا صاحبنا ايوب خدام معايا قلت ليه ايوب قلت ليه هاد سميتو لا فيديو هادي خصني نشري لي دغوا ديالها قلت ليه شحال قال لي 500 درهم قلت ليه هي الاولى جبت 500 درهم عطيتها عليه قلت ليه دابا سمي قال لي طبي دابا عيش 500 درهم حنا لا فيديو في 2018 داز دارت هذا سميتو باق صافي دوزات وقيتها وشات تنسات اجي انت واحد الكرو واحد دير داك البوم هذيك البوم فوقاش في الكونفينمون اشنا هي الكونفينمون ما كاين ما يدار واحد الجروب واحد الجروب كلشي واحد الجروب في كلشي سميتو كلشي في يوتيوب تقول لك كلشي ديك الساعه الجروب سميتو كلشي واحد الجروب سميتو الو هما اللي لونساو اللعيبه صافي وتفرقع هذا واحد النهار كان فيق سميتو في هذا في انستغرام قسما بالله دي سونتين اي دي سونتين ديال دي ميساج اللي كيقولوا لي فيك جو فوت بوين ما فيك جو فوت بوين ما كنقول اش واقع زعما ماشي فلوت شي هذا راه ما يمكنش صافي اون سيمين
تاع حتى دي الغرق ديال لي فيديو اللي خرجوا على ود هذاك سام بوز. واش درنا شي حاجه باش يوقع هذاك البوز؟ ما درنا حتى شي حاجه لي ان تروك درناه شحال هادي اللي نسيناه اللي ديك كافي سو. المهم خير درتوه درتوه، ولكن اللي داير شنو هي فيك جو فوت بوينت. ودابا هذاك لوبجيكتيف وصلنا ليه المغرب كله اللي قلت ليه فيك جو يقول لك فوت بوينت اخي من الطيرون تنقول لبنادم واش فيك الجوع؟ تيقول لي زوين هذيك عاد يلاه الله ناكلو تيجاوبني فوت بوينت يقول حاجه قول لي واش هذا هو اللي كان تيبيع السوشي اكسبريس ولا شي حاجه شنو هذا؟ هاد فوت بوينت فوت بوينت. الوغ سوشي اكسبريس ابخي كنا كنديرو غير فود ديليفري ديال سوشي ديليفري. واحد الوقيته قلنا اجي الحاجه اللي كنا كنليفريو من السوشي، علاش ما ليفريوش حوايج اخرين؟ علاش ما ليفريوش البيتزا؟ علاش ما ليفريوش البرغر؟ وصافي ديك الساعه كان خصنا نلقاو سميه. فكرنا على في او دي فيديو اون ديماند، كتبغي شي فيديو كتلقاها وذلك اخويا فود بوينت في فود اون ديماند. فكرت بها جوج دقائق فود بوينت ليبر، خديت فود اون ديماند بوينت فود بوينت درنا سي او دي كاش اون ديليفري. ولكن قال لك لا ما يمكنش لا ما يمكنش انفيستيو معاكم. علاش الكاش اون ديليفري غادي نازل؟ وراه حنا تنشجعوا ان الناس يستعملوا الكارت كريدت فين غادي نازل؟ راه غادي طالع. قال لك لا، ولكن حنا المخطط هو خاص هذا الشيء ينزل باش الناس يوليو يستعملوا لي كارت. قلنا له هو خاص يدي حنا ما سميتهاش سي اودي، سميتها كوميرس اون ديمان. قال لك مزيان غير من الشركه ما تبقى سميتها سي اودي نيتورك، تولي سميتها كوميرس اون ديمان نيتورك. صافي قلنا ماشي مشكل حنا معاكم صافي. دونك جوكو هي هادي سميت التريب ديال فود بون فود اوجوردي. الحمد لله حلينا في مراكش، حلينا في كازا سديناها. ابخي خسرنا فيها واحد 150 200 مليون فاصيل، زعما ماشي في عام ونص ما خداماش صافي حبسنا. شنو خاي دايرين الكونسيبت نسميوه؟ الكونسيبت كنا في الاول اكزاكتومون بدينا حنايا دار كيتشن سيتي سا. بدينا في الاول دار كيتشن بوندون عامين، دونك من 2016 ل 2018 حلينا لو بخومييي ريستورون كونيكتي في المغرب. اول ريستوران كتمشي كتلقى فيه طابليطات محطوطين في الريستوران، كتهز طابليط تقدر تكوموندي ديريكتومون من الطابليطه ديالك. مزيان. فين؟ في مراكش. مراكش باقي حال؟ باقي كلهم اخي. انا نجي المره الجايه نجي صاحبي نجي والله حيت ضرب احسن كباب في العالم اللهم بارك. دونك سميتو فين الشارع؟ عبد الكريم خطابي. صافي هذا خطابي. دونك سميتو تختار الموسيقى اللي بغيتي من الريستو، زعما فريمون من الطابليطه ديالك. دير شحال من تويشه. دونك دونك الحمد لله. بون اجوردي يلاه يلاه ابخي 6 سنين ديال دابا خاين. نتوما امتى بديتو دار كيتش؟ في 2016. ديك الساعه هذا لو تيرم دار كيتش انا ولينا كنسمعوه دابا. تيقول لك راه بغيت ندير واحد دار كيتش كلاود كيتش. كلاود هاديك كلاود كيتش. حنا بدينا هادي 6 سنين. دونك بخاتيك بون 6 سنين 4 سنين كوني تي لي سول كي فوزي هاد الفكاع. باش نشرح اخي للناس اللي حاضرين معنا شنو هي اخي ابو الفاتح كلاود كيتش؟ كلاود كيتش سي بحال قلتي لابوغاتوار اللي كدير فيه غير ليفغيزون. دونك بنادم كيكوموندي من عندك مع كاع الماكله ملي خارجه. يعني عندك ريستورون ولكن ما كاينش الكوريا. ما كاينش بنادم سوغ بلاص. تيدخل من لابليكاسيون ديك الساعة لو سيت عندنا لابليكاسيون. انتوما كاينه الكوزينه تيطيب الماكله. يوتيوب. قول لنا اخي الاخر تجربه من وراء الريستورون هي الفلاحه. الفلاحه غير صاموي جيت هذي واحد العام. مزيان اخي عاوز قول في الفلاحه. واش غنقول لك الفلاحه اخويا؟ سي كيبان لك زعما الفلاحه ساهله ولكن الفلاحه ما ساهله. وفي حتى شي حاجه ما ساهله. حتى حاجه ما ساهله. شتي تكون كتبيع الوقيد شي الوقيده اللي هكا فيها خشيبه صغيره. صعيب تبيع دابا يقول لك كاين البريك حتى هي صعيبه. فهمتي حتى زعما بسيطه حاجه اللي كتبان لك ساهله راه ما كاينش حتى حاجه ما ساهله. حتى شي حاجه ما ساهله. حتى شي حاجه. سيرتو اخي قلتي الزيتون في الاول راه الزيتون كنت باغي نطلع الزيتون دونك سيتي صا. دابا باش نرجعوا لهذاك الشيء ديال في الاول زيتي باغي ندير الزيتون بحال هذا العام هذا سهل الله عليا في الزيتون. ولكن بحال اللي قلتي واحد الرد تعطلت عاوتاني ما جنيتش فيه الزيتون. دابا انت راه حمار بحال غادي نجي نفهم صافي كيف ندوي على حمار. كنا حنا عادي اشنو ترى المشكل ترى يقول بلا عطره ليا ديك اللعبه ديال التايمينغ ماشي مهم. راه الزيتونه معلقه تما وقت ما جنيتها وعصرتها راه كاين فيها الزيت صافي. المهم واحد الرد الاولى طق عطى الزيت والزيت ناضيه. تباعت الثانيه تباعت الثالثه وهاني ديك اللعبه ديال رخا الله. وانا نوصل لديك الرد ديال الطايب شي فيها احسن زيتون وديك اللعبه ديال خليل الهمزه حتى الاخر باش خلينا نعرف شحال كان بيع شحال كذا شحال تيبقى. قلت خلي هذيك حتى الاخر
المهم مشيت عند واحد السيد قلت ليه انت مع المراه دابا راه محتاجك ديك الرطه هي تمشى تدبر لنا في الخدامه هكذا طقطق ولي واش انت حمق واش باقي شي واحد تي عصر الزيت دابا اجنا ولنا شحال هادي وعصروا شحال هادي قلت لها باقي الزيت وما صعبه ما بقاش سميتو غادي تمشي قال لي انت بلا ما تيست على الارض كامله هز واحد شويه هز واحد شويه وسميو تحضر فوق طلع السعر عطاتنا واحد الزيت مختلفه وعطاتنا كميه قليله وحار قال لي راه شي كنقول لك راه الزيت مشى رجعت للشجره ونقول له ان انا حمار بديت نعقل مع الزيت وانا تما راه ممكن نعصر وقت ما بغي ولكن انا تعلمت اخي الان جيت لو تيران خديت لو تيران بغيت ندير سميتو عيطت على ذاك الجمام اللي كيقلبوا على سميتو قبل ما نشري الارض جيت هذاك واحد العالم دي معايا ولا العصا لا ماشي مول العصا هذا مول لاباري لا لاباري لا حاجه التكنولوجيا جاسميتو المهم صات مشى كيقلب هذاك يا دا المهم قال لك شوف لا لا انا قلت لك ماشي هنا 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 لا لا طا يقول لك لا لا تحس منك قال لك اسيدي كاين هنايا 20 اطراف الثانيه انا مابقاش كيبان لي الزيتون ولا كيبان لي سيدي حمزه انا كنقول لك كنسخر ولا لا صافي جبنا سميتو جبنا المعلم اللي غادي يحفروا صافي مشي طلبنا لا دوموند ديال باش يعطيونا لا دوموند باش نحفروا المهم عطانا لا لوتوريزاسيون باش نحفر داك الشيء جا صاحبنا مسميتو قلت ليه هنايا بغى يحط انا قلت ليه لا هنايا قال لك شري هنا هنا قال لك سيدي شوف قال لك كاين 80 على 80 متر كاين الماء ولكن غطي الا بغيتي تهبط فريمون سميتو قال لك هبط 160 الماء الكافي قول له السيد كي هذا سوندا الثمانية سوندا التسعين سوندا العادة وانا كيبانو ليا فلوس كيطيرو كيتحرقو بحال كدير لهم شراش ما كاين معلم لا ما وصلنا 160 متر 60,000 درهم مشات فينا هو الماء كاين غير الغيس والصابون كيجرو الصابون معلم باش يدخلو هداك الشيء ديز فيتاس صافي واعد واعد يا ربي السلام شحال خاص تمشي حفرة حمزة؟ احباط احباط بلا خاف بري ما عندهم واحد يومين المهم يومين وخلاص ويا يا يا الاخرى بعد عامين هاك تعاودك هادي ديال تنوكلهم صافي 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 كتدير الخير زعما ما كتجي تجربي حتى هذاك النهار علاش كتبدا دير الخير صافي ما كاين والو شوف كيبان لي كاع دوك الاحلام جاولي باح مشاو صافي انا غادي سميتو ديك الساعه باقي بالدراجي شوف غير السطر في التيك واحد حرك كاين هاد الدفله كيبان لي كاع الاحلام جاولي كاع الاحلام مشاو هكا فهمتي باح صافي وكان ديك الساعه ديك عندي واحد البلاجه هكا فهمتي على واحد الهضبه واحد من التحت ديال الهضبه كاين واحد الواد دايز من التحت وعندي هذاك ماشي سان رايز الاخر داك اللي كيدد معجي داك اللي كيدير الصوره ديك العبريه باش مش سانسيت ينعربو السانسيت عاشي باقي عافاك على السانسيت سميت واحد السانسيت زينه معلم والله العظيم وهكا هو ما كاين لا ما لا والو 60 كتخلص 60,000 درهم وهكا ما كاينش الماء صافي دابا شنو غادي ندير صافي قال لك اوتي دابا هذا لا تقدر دير باقي سميتو تقدر دير كوري تقدر دير عداد الدجاج دير كاين ميدال من غير واخا المهم جيت كنتلاحيت في داكشي واحد خويا دابا واخا هكاك خاصك الماء الماء سيدي مشى انا بان ليا كلشي اللي جيت نوريكا مشى ما عندهم الفائض مشيت عند صاحبنا واحد الجمعيه حدايا فريمون واحد السيد حدايا بينو بين واحد 500 متر عند واحد المبنى عند واحد الجمعيه مشينا عند هذيك الجمعيه قلت لهم الله يرحم لكم بالوالدين انا معكم انا محسوب عليكم عطيوني الله يرحم لكم بالوالدين الماء قال لك واخا غادي نشوفوا مع الاعضاء ديال سميتو قلت لي باش غنشوفوا انا بغيت الماء انا
لك لا ما نعطيوكش الماء. قال لك تيجيو تيقول لك لا ما بغاوش يعطيوك الماء. كيفاش ما نعطيوكش الماء؟ شكون هو هذا المجلس الاداري اللي ما بغاش يعطيوك الماء؟ كيما الناس هذا قال لك لا راه ما بغاوش يعطيوك الماء. احنا قال لك حنا ما عندناش الماء انت هما محسنين في الماء. قلت لهم راه كاين راه انا غير نشرب والله يرحم لكم بالي دوزوا ليا. قال لك لا ما غاديش الله يرحم لكم بالي عمري ما طلبت واحد في حياتي ما طلبت هذا يقول لا عارف الله راه شاري البلاد دابا ما فاهم ما عندك خلي على الاخر قال لك ما فاهم ما راه الصحراء صعيبه تجي لك ما عندك ما تدير فيها اش غادي ندير اش غادي ندير قال لي واحد الشميم هذا قال لك راه كاينين الاخرين راه عندهم الماء ولكن يعطيوك راه يبغيو يعطيوك الماء مشينا هضرنا معاهم قال لك ماشي مشكل نعطيوك واخا فين جيتو بعد عليا بجوج كيلومتر لا وحمزه واش حفرتي مره وحده ولا بزاف صبر حفرت البير دابا البير الاول دابا باش غادي نمشي نحفر البير الثاني ما حفرش البير من بعد هادي لا باقي ما حفرتش ديك الساعه يلاه حفرت بير واحد كنحاول نسميه ديك هي هذيك مشينا شفنا صاحبنا هذا هاد الناس هادو قال لك سيدي ماشي مشكل نعطيوك الماء تفاهمت معاهم درنا الكونترال درنا التويشات اللي غادي خصني سميتو دابا غادي نمشي نجيبو الماء غادي نجيبو الماء قلت لك على جوج كيلومتر حفرنا جوج كيلومتر ديال القادوس ديال سميتو شحال كلفات لا فلوس سميتو ماشي بزاف ولكن قل من سميتو كتبقى لافير كلها بشي كذا و 30000 درهم زعمتينا اخي انا واحد الارض نمشي دابا ندير لهاد اللعبات جوج كيلومتر لا حنا تما عندنا الماء ممنوع تحفر دايرين واحد البلاصه ديال الطاير الرايون ديال الطاير ممنوع تحفر فيه فهمتي على بعد شي جوج كيلومتر هي هادي قلت نقول تنقول لهم كيفاش انا ساكن حدا الطاير وعندي نحفر ولا لا ما تحفرش كيفاش ندبر الماء صرا حفر عند شي واحد على بعد 2 كيلومتر تفاهم معاه واش ضرب الجلب عند الماء انا جريت اخويا 2 كيلومتر القادوس المهم دوزتنا وصلت الماء وصلت هذا بدا اموا بعدا كيكون عندك تحل الروبيني كيبان لك اول ما عاد باقي عاقل كان واحد الصهد ودخلنا الماء كان عاجبني فريمون هذاك الصهد ديال 53 ديال 53 عاد ديك الكحت وصل الماء باقي عاقل هذا مع الباب ديال سميتو طلقت الروبيني وبغيت ندوش هكا في الباب ديال الفيرما كاز كندوش عندي واحد الفيديو كندوش فيه والماء ديال الماء كيحرق علاش باقي ما تبنوش القادوس وهذاك القادوس كضرب فيه الشمس ومعلم كيعطي وقت كيوصل مشارجي ما خديتش ندوش على خاطر بسم الله المهم كان الماء بديت ديك الساعه قدام بديت لهذا بديت نبني الكوري هادي دير هنايا الجاد ما خليت ما درت واحد لقيتها قلنا تيان خاصني نحفر البير كومين باش نسميتو مشيت عند واحد الشميم قلنا دابا شفنا التكنولوجيا الحديثة ما عطاتش نشوفو التكنولوجيا القديمة جا صحاب واحد من العصا واحد صاحبنا جاب سميتو العصا المهم هذا خدام كيجيب واحد اللعيبة كيبدا كيدير لها وهذا وداك السليك الشامان وما خلى السليك تيدور ويلي واحد جبتو واحد الشميم قسما بالله هذا كيوصل واحد البلاصة كيبدا كيهرول كيجي بحال العود كيجي تقول لك هنايا كاين الماء يا ربي السلامة مشيت بينا الماء حفرنا في واحد البلاصه مع داك السيد اللي كيجبد واحد اللعيبه كيبغي يدير لها ها تيجي لها تنوي مغناطيسي جا قال لك انت حفر هنايا حفرنا في الاول هذا دوزنا هبطنا القادوس بس كل مره الاخر ما هبطناش القادوس مشينا الاخرى هبط القادوس بعدا اوموا بعدا يكون سميتو صافي ما خرج لا ما ديك الساعه لا والو مشينا غبرنا على داك البلاصه واحد سيمانه رجعنا لقينا فيها واحد شويه ديال الماء كاين جمعت شويه ديال هذا كتخدم به واحد شويه راه قلت لها كتسنى هذا المهم كاين باش تقضيها صافي دونك هي هذيك بقيت انا غادي خدام هذا دونك هذاك البير اللي بغيت تحفر راه كاع راه ما نقولكش راه عاد كاع جميع انواع المشاكل ديال الدنيا وقعوا بها مزيان اخي وانت دابا الله كتستافد اخي في الفلاحه وانت غادي وكذا او هاو از جوين شي ابقى مكمله غادي دابا غادي انا تاخي اونتر برو نورمال بدل انا كنت غادي في الاول بسميتو في ليل فاج المشكل ديالو شنو هو العلف بقى جي محزوقه لو بري ديال سميتو طلع دونك دوكو الا ما عندكش الماء باش دير جوستمون العلف ديالك في الساتويشات ما خدمتيش فهمتي اي دونك دوكو بقيت كما قلتي شوف لاجيليتي عرفتي لاجيليتي كول عاد كتبقى كادي كتجاوب الحاجه دابا لو بروجي اللي خدام عليه سي تسمى فيغ بيداغوجيك اوكي دونك داير فيها دابا سميتو جميع انواع الحيوانات عندي تما اللهم بارك على لوتروش على العود على سميتو البقر جميع شديرو غير هوايه ناشط لا دابا دابا في الاول سميتو دابا لا خدام دابا ان بروجي دونك هذا غادي يكون لا ريستوراسيون سور بلاس غادي يكون ايفونشيلمون ديال ليبرجمون سور بلاس دونك
غادي خدام في هذا الشيء. دونك جوك وكاين دابا كاين يعني دابا كاين جينيوس وكاين فود وكاين كاين الفلاح. اللهم بارك اخي. قول لي اخي رجع معاك الجينيوس. الجينيوس هي تعرفوك دابا الناس 99.99 تعرفوك بجينيوس. اولويز جوين نمبرز. الا بغيتي تقول اخي لا بلا سؤال جوست نمبرز عرفت اي واحد غادي يخلص واحد 100 درهم غيجبد البيلا ولا شي حاجه. لا لا نمبرز ديالك زعما شحال من ماشي ماشي فلوس تدو على النمبر شحال من دومين. لا لا كما قلنا واحد 50000 دومين بلوس دو 30000 كليون المغرب خارج المغرب بلو بلا لا ميلي موروكو زعما لا بلوبار كاين هنا في المغرب. شنو تيكونوا تيكونوا دي بارتيكولي ولا البيتشو ولا لي زونتربريز دي زونتربريز حنا في المشاكل اللي كاينين دابا جون في المغرب حيت مثلا دابا انا دابا الهوستين الهوستين في المغرب باش تايبرجي في المغرب المين بروبليم هو لا كونيكتيفيتي وي انترنت واش فريمون كاين انترنت مزيان في المغرب ولا لا باش انترنت مزيان دابا ما كنهضروش على الانترنت ديال 4 جي وما كنهضروش على الاف تي تي اش وسميتو مي داكشي الاخر لو كو بعدا لو كو دابا باقي الساعه ديال مشيتي عند ماروك تيليكوم بغيتي تاخذ 2 ميغا ديال اون ليل اللي غادي ديري تقدر دير فيها ديبرجمون راه دايره 15000 درهم 20000 درهم في الشهر فهمتي ديال ان اوبيراتور فهمتي باش دير ديبرجمون خصك او موان دو اوبيراتور دونك سير جو واحد يبقاو عندك سي هذا هو المين دومين واش مثلا كتلقى ناس في الدوله واش عندهم شي فيزيون حنا تنقولوا زعما علاش المغرب ما يكونش هو الهوب الليدر ديال لي داتا سنتر واش ملي كتلقى ناس مثلا دابا كاين دابا شي واحد الوقيته راه حنايا عرفتي ديك عندنا البلاد هذا تسال البلاد ديال التريبوتيك عرفتي شنو البلاد تاع التريبوتيك بدا خاص التريبوتيك كدير شي اكزاكتومون كدير شي واحد شي حاجه كلشي كيتلاح ديال بحال دونك شنو واحد الوقيته ولات واحد الوقيته الموجه ديال الداتا سنتر اللي ما لقى ميجر كيحل الداتا سنتر ولا ولاو فهمتي فريمون لي داتا سنتر واحد الخدمه ما عمرهم ما كانوا جوج غون دومين تلاحوا التيفا ديال الداتا سنتر كانوا داتا سنتر هنايا كاينين دابا كاينين كاينين دابا الداتا سنتر بلي نورم ديالهم كاع داكشي اللي بغيتي ما كاينش كنعرف ديال بنكري ديال التمارك كاين 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 كازا كاين حتى الله لي داتا سنتر دابا ماشي ما بقاش دابا غير في الداتا سنتر الداتا سنتر هما كاينين ولكن عباد الله لا بلوبار ما كيمشيوش لهاد لي داتا سنتر علاش باسكو كيبقى لو كود ديال لا كونيكتيفيتي طالع راه غادي تجي غادي تعطيني سميتو الطاط تبع ليا الراك تبع ليا اي حاجه ولكن باش ناكسيدي لهذوك لي دوني جو ديبون دانترنيت ماشي ميمكنش انا عندي انايا سوسيتي فيها 2500 الخلق غادي تعطيني ليزون ديال جوج الميغا ولا باش تعطيني فينالمون 1 جيجا بار سكوند خصني نخلص على 15 مليون في الشهر باسكو هادشي اللي كاين هسه 500 ميغا 15 باش الاشكاليه ديال الانترنت ديال الكونيكتيف اما ديال الضو اخي راه تيبان ليا لا الضو وكاين مشكل ديال الضو باسكو علاش باسكو باش تكون فريمون ان فري داتا سنتر مثلا تيغ 3 تيغ هذا خص يكون هذاك بلوزيغ سورس ديال الضو وحنا الضو جاي كله في بلاصه واحد كاين كنت جيتي بيان كاع لي داتا سنتر كيكونوا ملاوحين لوينو راه عندها حتى هي من سورس سورس معناتها نقول اخي مع داكشي اللي كنشوفوا في ورزازات ديال الطاقه الشمسيه وكذا تنقول ديال جرين ولا شي ما يمكن تلصق لها هو شي داتا سنتر حتى ورزات اصاحبي كاع داك سميتو خدام غير لا كليماتيزاسيون ديالها الصهدرة شوف 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 ديفوبس احمد ديفوبس كنت تعيش الحماه اكثر منه وحمزه انت واش تيبان لك زعما حنا مثلا دابا تنطلقوا وزع هذا تيقول لك حنا غاديين في التجاره وبغينا نديروا هذه بغينا نردوا المغرب هكا كامل انا نقول لك انت زعما واش انا نقول لك انا لاصق عطينا لاصق انا كنعطي غير لاصق حنا عزيزنا الهلاطه عشان الهلابة هي زعما البروباغاندا والكاميرات وكنديروا كذا زعما اونيتمون ماشي راه سي غير البي ار فهمتي البي ار كيجي كيقول لك سميتو واحد جميل البوستا واحد تويشه في لينكد ان قال لك ماني ريزد ان افريكا وكيبان لك المغرب هكا تاع قلت لي ذا اونلي ثينك وي ار ريزين ان موروكو از ذا ميدل فينجر اخي كنتمنى شو هادشي دابا كنتحسفو عليه زعما صراحه راه كاين راه كاين ضرني بخاطر شوف كاين زيفور وتيبقى فينا الحال حنا المره الاخيره كنا في دبي
واحد الكونفرساسيون ما حملتهاش مريحين مع شي اردنيين هكا جاوا باش يشريونا جاوا باش يشريو يوكان ما تفاهمناش معاهم ما بيناش قلنا ما يمكنش نبيعوا راه بحال شي وليد صغير راه الله قال جينا علاش نبيعوا عليك لا احنا بغينا نستحوذوا على الشركه وتشوفوا بغيتي تانفيستي معنا مرحبا تستحوذ ما كايناش هذه الفكره هذه المهم في الاخر قالوا لنا نتوما تبارك الله عليكم هاد المغاربه كتجيونا قافزين ولكن نزق نزق المغاربه نزوقه ولكن هاللي مرضنا فهمتي علاه قلت للدراري بليزي نسحبوا هاد الكونفرساسيون راه حاجه راه غادي نبيكم لساحتهم قال لك حنا اخي هاد المغرب هذا تنشوفوا تبارك الله الدراري ملي كنريحوا معاهم كاملين نتوما طيارات ما تعرفوش سميت شي ستارت ابس عندكم معروفه عالميا قولوا لنا قلت لي بحال اش انا باغي نزيد معاه قال لي مثلا كريم كدوي على ديال الدوله مصر طلعت كذا 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 حنا الاردن طلعنا طان 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 المغرب شنو طلع قولوا الدراري مع حنا تدوي الترجمه ما يفهموش بالسربه الدراري ما دخلوا هاد الكونفرساسيون المغرب شنو طلع الحمد لله وانا نبدا ديك الهضره اللي تيديروا لنا السياسيين الحمد لله كدا حنا خدامين ونقول لهم الدراري وحق الرب الا تحطيت في اسوء موقف في حياتك ما كايناش ستارت اب وحده ريحنا ريحنا مع وزاره ريحنا مع وزاره قلنا لهم قول لنا شركه وحده مغربيه ستارت اب تفتخر بها ريحتي هكا وما تقول لك كاين اي سي كاين هذا كاين هذا قول لنا شي ستارت اب مغربيه دخلت لدول الاخرين قلنا جلوفو وي يمكن لا خلا يلعب ديال باكول قلنا له زبليونيه زبليونيه قال لك المهم شركه اخرى قلنا له المانيا قلت لك هاد الدراري صراحه انا يسمحوا لي قلت له راه هذا والله الا هذا هو الاشكال اللي جايين حنا بغينا نحلوه ما كاينش شي شركه صح ما كاينش شي ستارت اب انا نقول لك شوف حنايا في المغرب كنكونوا سادين الروبينيات كول والنهار غادي نحلوهم اش غنديروا غنبداو نفرقوا في الفلوس كتلعب هكا مع دالسيم ومعك ما قلت لك بلانكا وداك الشيء هذا واحد الوقيته عاد باش كتطلع عند بيزون بيزون ولا ساغات مع صديق علاش من باسيون فهمتي حسن صيفط لي ميساج قال لهم قول لهم شيبسان قال لهم شيبسان غادي كتحسن لافريك وهي غادي ان شاء الله ان شاء الله ولكن قلت له زعما شيبسان راه كتحصل لافريك وراه غاديه وكان بغينا كحسن ندخل المغرب دخل على المغرب دخل على المغرب كاين شوف كاين هذا دابا عندنا واحد الحاجه واحده اخرى كما قلت لك حنا بغينا كنبغيو نديرو حاجه كنديروها بزز راه ماشي غير سي با جوست دلارجون ماشي غير الفلوس حقيتاش سمعنا اخي شي مبادره دازو اسميت هذيك اللي تخضر فيها 10 ديال المليون ديال الدرهم شحال هذه خصك واحد كيطير تيطير باش يقاد لك هذاك البيزنس بلان باش كيبيع لك العجل عجل داك البيزنس بلان تاعك كيتبيع العجل وهذا وكبل راه سي صالو تروك باسكو فينالمون قاش شنو كدير هذا كاع اللي كيجي كيجبد لك انا البيزنس بلان تاع جينوس ما درناه حتى دار تاع 10 سنين علاش باسكو ان بيزنس بلان راه ملي يجي شي انفيستيسور يبقي يضرب هاد البيزنس بلان نهضروا بعدا على الافكار شنو درتي هذوك الناس شنو نهضروا دابا كذا بيزنس بلان الواحد شنو كيدير انا بعدا كيفاش كنجي ما كنديرش البيزنس بلان على الاول بيزنس بلان ما بقي خصك بغيتي لا مزيان ما كاينش بيزنس انا باش حيت شمت كورف واحد الكتاب سميتو ريورك من الكتب اللي بدلو حياتي قال لك راك طريت البيزنس اللي بداو بالطاطا هادشي بداو في الاول بيزنس بلان كاملين مشاو للهاويه علاش باسكو بيزنس بلان كتجي كتكتب بحال قلتي كت كت
كتكتب كتكتب داكشي فين الطريق فاش غادي تمشي كاع لو اكزاكت كتكتب الطريق كاع تو فيوتور اي انسيرتان عجني تو فيوتور اي انسيرتان كاع الحاجه اللي باقي ما وقعاتش ساعات توقع بعدا موديل صغير ونشوفو نعكسوها شويه شنو غادي تقدر دير شنو غادي تقدر دير كدير تخدم وكتجي كتشوف هذيك 5 سنين اللي خدمتي بها من اللور وكتكون عاطي هذيك لا تراجيكتوار فهمتي وكتكمل وكتكمل بها فهمتي وابخي هادشي كله علاش باسكو الا كتبتي داكشي نوار سوغ بلون كتولي مجبر باش تبقى غادي في داكشي اللي كتبتي الا خليتيه محلول كتبقى غادي تو اكسبلور هادي ما خدامهاش كدوز هادي ديما خدامهاش كدوز هادي موديفيين عواج كذا الدراري حدد الليله هذه طار العالمي مسفت لي خليته المغاربه بلا نعاس وخليته انا خليته المغاربه بلا عشاء وخليته لي انا بلا نعاس ولكن قال لك ان غير بليزير دو فوز اونطون الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك نطلقوا لي كومونتير شويه الشباب لي كومونتير اجي سميتو ان ديغني تخيك بالنسبه للكتاب فهمتي باسكو الكتاب راه واخا هكاك راكد انا هاد الكتاب اجي شنو يقول لي شنو هي القصه ديال الكتاب شنو سولتيني عرفتي باش تكون باش تكتب كتاب خصك تكون شويه زايده فيك في واحد النغيزه نشرح لنا لا ماشي النغيزه شوف واحد شويه ديال انا باقي ما كتبتش ديال كتبت شي لعيبات ولكن قلت لا خليها تزيد نفكر انا الكتابه سيدي كنت جاهز بحال هكا معليه ما بيا وصلني ايميل اوت اوف نوير شكون مصيفطو ليا فوربس بوكس السلام عليكم لقينا البروفيل ديالك ان سي انتريسون دو فير كتاب على اوتوبايوغرافي على اسمي فوربس بوكس تبارك الله لا ميزون ديديسيون ديال فوربس هذا مصيفط لحمزه ابو الفاده تحلون جنة كسالاء قال لك سمي قلت لهم نشوف معكم هذا الشيء هذا درنا ان كول المهم اون غرو كيبغيو يبيعوا لك العجل كيبغيو يبيعوا لك كتاب ديالك هذا كتخلصهم كيطلعوا داك الشيء ما انت المهم كيكتبوا ليك هما فهمتي انا ما سلكتنيش قلت لهم مزيان هذه القضيه ديالي شنو هو الغوتور سوغ انفستيسمون انا غنخلص هادشي ديال الكتاب هذا ب 100000 دولار ايوا انا شنو شحال من كتاب غادي نبيع شحال من كتاب غادي نبيع تقول لك احنا ما كندخلوش في داكشي ايوا قال لك اسيدي حنا كنخدموا على حاجه وحده سميتها الاوتورشيب شنو هي الاوتورشيب ملي كتولي اكريفا زعما اوتور ديال سميتو كتزات عندك وهذاك من هنا جايه لوتوريتي لوتوريتي جايه من اوتور هذيك لوتوريتي ديك اللعيبه ديال ديال هذا كتولي عندك واحد لا نوتوريتي ديال راك نتايا اكريفا غير على البن واحد لا واخا انا منطق في هذه قلنا لوتوريتي كتعطي انا كنعرف حاجه خسرت 100 دولار دخل على الاقل خسرت 100 دخل عادي ليك انا يسطا انا مرات دعت هذا صافي قلت هذا درت ليا الكلمات طن في راسي هاد الميل وصلني فان جوان جويلي قلت غادي نكتب الكتاب جويلي اوت سبتمبر لا جويلي وصلني الميل بابا alors جويلي اوت سبتمبر لو 10 اكتوبر كان الكتاب خارج ولو 10 اكتوبر علاش خديت علاش اختاريت هاد لا دات هادي اختاريتها من الاول كوم ديدلاين باسكو خصك ان ديدلاين واختاريتها باسكو كانت كتقراها 10 10 20 20 بلا ودرت واحد التيز دار فيها 10 10 10 ديس 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 ولا ضغط فاش تزوجت اول مره 10 2010 هذا ديس ديس فانفا صافي درت هذا سميتو صافي وتستوني تما بوندون 3 شهور تكتب هذا العجب هذا كله اللهم بارك واش كيدير تاخير التصحيح ديال الاخطاء اللغويه باش يكون شي صاب واحد لا واحد لي ديتريس امريكانيه ايميلي راسوك عرفتي هي اللي هي اللي نطات لك انا كان فريمون غادي يخرج كان غيخرج من كتاب ديال موم مغربي غير هو بلوك هو بلوك غير هو بلوك مغربي وعرفتي دارت لي عرفتي زعما فريمون جي لا شونس هادي سير لا سويت كاد السؤال لحقاش انا ديما كنكتب بلونجلي وكنصيفط لواحد خدنا وهي كتعاود سميتو اشوف السياره كدا سميتو بروفريزيو كنسميها ماجيشن عرفتي فريمون دارت داكشي ديال شوبيك لوبيك اللهم بارك اخي شوف اخي يقول فاتح از جريت ستوري اخي مزيان عاودتي للشباب من البدايه الى اليوم هذا من جينيوس للريستوراسيون ريستوراسيون للفلاحه وباقا اخي مكيبي دابا جينيوس ما كنتش مكيبي الكتاب اجا اخي نطلقوا التعليقات واحد خمسة دقائق الشباب باش نمشيو نتعشاو راه شتينا اخي الشباب على العشاء تون اون اخي شو هادي التورناو الكومنتس جايز هادي بانو عندكم انتم هيا حنا انا ما هاديش يبانو عندنا الكومنتس اخي والله ليز جريت ستور
الدار العالمي فهمتي كان قال لي خاص تشوف حمزه ابو الفاتح راه وان اوف ذا جريت ستوريز. قلت له اخي شوفني انا كنامن اخي الدار العالمي بالاختيارات ديالي. وكاين عندنا سي عبد الرزاق ديال البارح حتى هو قال لي شوف وسرتو جبدك قال لي والله الا خاص اخي قال لي خاص يدرج ودرجتي لا درجت ما شاف عاد شي شويه جوج عام جيت المغرب ولكن حقو لا ما خي لا 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 دويتي طوب والله قرا قرا هاد اللعبه هادي دويل تو تو دو ثينكس دويل تو دو ثينكس الناس خنقطو عرفتي شنو الصحه بالضبط يا خويا سي شوف الدنيا والزمان دويل تو دو ثينكس لا فولونتي دو فاير كتبقى كتقاتل مع العلم وكتدير اخي شحال المسار ثانك يو فور ذا الشباب حمزه تيقولوا لك عطيني دي كونساي اي اللعيبه اللعيبه ما قلتهاش لك كل واحد تنقول له قول لنا اخي شنو تنصح الشباب اللي الله بيتي في لونتربرونيا اختاروا هذه الطريق هذه تو بي ان اونتربرونور يكون مقاوم الوغ كما قلنا انا زعما الحاجه من نيفر جيف اب فهمتي نيفر جيف اب ودونت بي ستابل دونك لي دو دونك نو ليس با تومبي او ميم طون ما تكونش راس قاصح فهمتي دونك حاجه ما خداماش كتحاول 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 واحد بقيت ما يسمحش فاري عوج اكزاكتومون لاجيليتي درت ولا لقيت الحيط عوج شويه كمل عاوتاني قلب على درت تيز سميتو ملي درت الام بي اي درت تيز سميتها سميت لو سوجي لاجيليتي دون ان موند انتربرونيال كومبلكس دونك لاجيليتي اشرح لي واش جيت بالعربيه هادي ديال لاجيليتي لاجيليتي هي يكون عندك هكا فهمتي خاويه في عمرها فهم واخاويه في عمرها فهم صبر لي قول تكون كدير داكشي ستيب ستيب ما تقدرش ديرو كامل تقاو لا لاجيليتي سي لاجيليتي بحال شوف خصك تكون شوف خصك تكون شوف بحال ميد بحال بحال ديك تكون مرن بحال مرن بحال ديك النبته اللي كتكون في الواد كون كانت شجره كون دا الواد ولكن اش كدير كدير كتسلمو وكتعاود شوف دونك عندك كل راه كنقول لكم كونكور اون فوا تو فيتور اي ان سيرتان كاع حاجه اللي باقي ما سميتوش ما عشناهاش ماشي سير منها هادشي اللي كاين دونك دو مومون كو كتبدا كتبان لك الحاجه انت بلوس كادك تحاول تقرب ليها بلوس ربك مزيان مع عاد تلقى شي لا يخليك تشفي عليك يخليك تشفي عليك مزيان كاين دونك كما قلت لك الحاجه اللي باقي ما وقعاتش كت ماشي سور ماشي سور دونك مي كنقول لك ماشي سور دونك سافا دير كو كاينه ال كتحاول دونك بيان سور كنت كدير شي حاجه كتسنى واحد لو ريزولطا وي الا لقيتي هذاك لو ريزولطا تبارك الله كتبقى غادي مزيان خرج لك ريزولطا ماشي هو هذا كتعوج الطريق واحد المرات كتعوج ديتي ديجا قلت هاد العباد واحد النويطه ولكن مهمه ملي كتكون غادي في لوطوروت غادي 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 واحد الوقيته كيديك النعاس وكتبدا كتميل واش ملي كدا كتسمع وهاديك اللي بعدك كتوقع كتوقد راه سي اكزاكتومون صرا ملي كتكون غادي غادي الطريق مقاد هذيك اون فوا كتبدا كتحس بالسخونيه ملي كتحس بالسخونيه كتقول حبس راه شي حاجه ماشي هي خاصك تبدل خاصك تبدل دونك كما قلت لك اون كور اون فوا اي دونك دوكو هذاك لوبجيكت يكون عندك واحد لا فيزيون باينه فين باغي توصل لا فيزيون جلوبال ولكن كيفاش غادي توصل لهذيك لا فيزيون راه كتبدا غادي سوبيت دون فاصون سوبيت حتى هي ما كتجيش طق لا انا موت والله يا معلم حتى كتجي طق ما كتقول لي لا لا والله اخي كلشي كلشي شوف اي كاين هذا هذيك كتجيك احسن سميت ولكن كاين الحاجه اللي كتجي دانكو كتسميت شوف شنو قالوا لا غير سي سي احنا كديروا الموديري طالبوا بالكتاب باللغه العربيه واللغه الفرنسيه واش تقول سي سي ان شاء الله راه خدام في تراديكسيون تعليقات شنو ملغي سي انا اخي
دونك قلت لك سميت ان شاء الله لا تراجكسيون راه خدام فيها دونك ما بس العربيه والله العربيه يرزر على العربيه لا لا ان شاء الله ان شاء الله والله الا خايل القوم عندنا تقرا العربيه اكثر من عرفت انا شوف انا وبالعكس الدراري خايل اللي تيقراو ولكن الناس اللي كيقراو لونجلي راه فيري ايزي تو ريد فريمون تري سهل بصح راه خايل شي مغربي ما تيكتب شي حاجه كيفاش كتبها بواحد المغربيه كتحس بسميتها بيقول غير مغربي اللي كيهضر براش I had my ticket out of Morocco and it came to the forum of enrollment in a French university. Don't get me wrong, I still hated school. Allah. Ah, show me the letter. Show me the letter. متورخه شوف كتقول الحاجه اللي هذا اخي شوف حمزه كيسول وقال لك مادام انت هذا الشيء كتب الا وقري شي شيء واش كنتي كتقرا كتب لا لا قريت شي جوج ولا ثلاثه كتب في حياتي كلها ولكن قريت لا لا ولكن كتقرا قريت لا شوف قريت بزاف ياسر شوف راه كنقول هذا كنقول خري ما عجبش معنا على هذا راه القرايه راه كتبقى هي غير الفورم ديال القرايه ملي درت الام بي اي راه واحد ستريب واحد اخر فهمتي اكزيكوتيف ام بي اي ما قريتش كتبه ولكن اخي راه كتمشي كتشرح قبل ما نكتب هذا بديت هز كتاب تحت عليه شو دوغ ديال مارك نايت ديال فين نايت باردون مول نايك مريقل هو اللي عطاني واحد ستيل باش 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 مشيت باسكو فريمون زيتي اون اوتوبيوغرافي مريقله عجبتني وماشي ماشي 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 كتبت بحالو مي عطاتني واحد لا لا سمعت كاتب السي مصطفى براسو انسبشن دونك في لي كونساي اخي حمزه قلتي لاجيليتي هذه وحده و جو بونس نيفر جيف اب ما كاتجي تبقى غير الموت عادي تاع ما تجي كاتجي في كلشي ايفريثينغ كيلز راه كتشد الوقت يعني با بوغ الدقه اللي غتجي كنت غادي راه غير فكر فيها انها غدوز هادشي اللي كاين دونك راه صافي ني باغ باسي باسكو كيما قلت لك لخرتها الموت عرفتي هذيك اللعبه ديال كنتي واعر غادي تموت كنتي مكلخ غادي تموت راه هادي راه شوف راه غير هادي الا دخلتيها لمخك كتولي انفينسيبل عرفتي انفينسيبل شوف والله الا هادي اللي خلاتني نمشي في لونتربرونيا بعيد قلت اجي الا خديت انا الريسك في حياتي شنو غادي يطرى كنت خارج من المحطه ديال التران في مراكش وانا لقى واحد خونا مفرش واحد البلاستيكه ونعس فيها قلت دابا شنو كاع نربشتها كاع في هاد لونتربرونيا وما جابش الله غادي نكون بحال هذاك الصاط ومال هذاك الصاط باش انا احسن منه انا كان عندي تقاتل صاف انا كان عندي زعما هذا نقول لك الحقيقه كان عندي انا الباك اب بلان ما طلعش في لونتربرونيا اشنو كان عندنا يقول لي انت ياش نعطونا بي انا الوالد طبيب الحمد لله زعما الحمد لله ما كنا ناقصنا والو كل واحد اخي ما عرفش الباك اب بلان انا نقول لك الباك اب بلان ديالي شناهو كسرت الحمام تيقول لك الوالد ما قريتيش انا ساكن اون فاس حمام السلام في مراكش سيدي عباد تقول لك ما قريتيش غندخلك سميتو كسرت الحمام دونك انا كنقول اوبي ضارب عندي قديمه ديال ولكن انت كسرت الحمام خصك ليها الكتاب ديالها دونك انا عندي الباك اب بلان ما غادي ستي مي بدا بصح تيقول لك الوالد غادي سميتو كسرت الحمام واحد السيد هنا قال لك كاع الناس اللي صدفتيهم كيدويو على بروجي اللي تيكونوا في الويب واش بالضروري خصك دابا حاليا في الوقت دير شي حاجه وانا دابا سميتو انا قلت لك انا دابا ما كاين ماشي شوف دابا الويب غير دابا هادشي اللي كيجي ستارت اب ديال ستارت اب تكنولوجيك ايتا ما كاينش غير في هذا الدومين هادشي اللي مستوعبين ما ياخذوش باللي راه ضروري خصك ديرو باش تقدر تنجح في اي دومين اخر لا لا نقول اخي ايوب عاوتاني حاجه اخرى دابا اي دومين كيف ما كان يلصق ليه الويب فهمتي على عقيده شي اكزاكتو الويب الويب كيبقى سميتو دابا لا كوميونيكاسيون دابا راه دير احسن بروجي احسن حاجه ما ساقني لحد الاخبار سميتو دونك اوجوردي كتبقى هذيك انترنيت كوميم هو احسن ميثود باش تشهر شي حاجه باش تمشي دونك ماشي لا اكزاكتو ولا دير بانو بوبليسيتي لا ملي كتكون هكا في الويب كتكليكي على العيبه بشحال كتخام عليك باشير الا بغيتي تمشي دير سيبلي بالكارت يا صاحبي اييه بالكارت واش سيبلي بلاد شحال كيلبس فرج ليه واش مزوج ولا ما مزوجش دونك عندك دونك هذا هو الربح في يعني اخي على هذا الصف هذا نقول اخي مزيان ما ماشي ولا بد تكون في الويب ولكن راه حاليا ولا بد خصك تترك بالويب شي بارتي من داك البروجي غتكون اش انت الدراري اللي دايرين التوجيه الزايد ما كانش في الويب الزايد اخي هذاك الزايد لا علاقه بالويب انا كيقتلني شي زايد كيقتلني هذاك ولا هذاك شوف هذاك عندي انا ولا الفوق
هذاك هو السبع ديال لا ولكن مزيان اخي كتشوف الدراري الجون لا شوف يعني هذاك السيد شوف ها هو الله يعزك الشاب الرحمن خي حمزه شكرا بزاف اخي على قبول الدعوه ميرسي الله يلا مرحبا الف مرحبا جايز الحلقه كانت ناضيه ابخي من هنا واحد 2-3 جور غادي تلقاوها في اليوتيوب غادي ريكوفري ولا بارتي الاولى قبل ما تقطع اللايف بس قام على بارتي الثانيه وان شاء الله غادي نحطها في اليوتيوب من هنا غدا مع 12 ديال الصباح تحط الحلقه مع رضا على حق كذا شنو دايرين يوتيوب دايرينهم ديكال ماشي يعني شي حضر في اللايف غير اللايف شي حضر في اللايف صافي بغيت سميتو تسنى واحد شويه عاد تحط الحلقه في الاجل تصف في اليوتيوب شو داكشي ديال الشاهد جيت تفرج كتجرج حيمه كتجرج حيمه بغيتي الحلقه اللي باقي ما خرجاتش كاينه هنايا ولا تسنى في التلفازه فابر يلا جايز تبارك الله عليكم التوفيق لكم سيمو جيبوك الشباب بغاو اخ النوش انت قول لهم اخ نوش الى بغى يجي مرحبا به جايز جايز بالعكس اخ نوش الى بغى يجي مرحبا به انا اخي احنا ما عندنا حتى شي مولات سياسيه احنا مريحين اللور كنتفرجوا نطرحوا ليه نفس الاسئله ديال فين تزاد ديتي شنو كان كيدير الوالد شنو كدير الوالده لا شنو كدير الوالد شنو كيدير الوالده فين قريتي الابتدائي الاعدادي الثانوي بالعكس اخي تكون القصه غدا اخي شكون كاين اخي سيمو توفيق واقع لنا غدا كاين توفيق مول النخله وكيشي بوام اه لا لا شوف واش كي شي بوين ماش دار ليا انا عاود عليك بحال الخرافه ونساليو عقل عليك شي بوين كان واحد النهار ميمشي كان عنده شي ماتش ولا شي لعيبه بحال هكا المهم كان خدام مع الدراري معانا وصات فهمتي بدا كيستريسي انا ناعس تليفوني دايرو سيلونسيو اش دير انت صيفط لي شي واحد البار يصوني عليا مع 12 ونص الليل كلشي ناعس وكنسمع سر ويلي ويلي كنجي كنطل هذا ما عرفتي عشان دي فايق هكا ما ناعس كيس عرفتي اشنو 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 السبب باش نوض ما دار وينا كان شعلا في دار بيجي دار واحد المصيبة المهم اني واي هذا بقيت جالس خدام معاه ما ناعش هذاك الليله بقيت خدام معاه مزيان هضر على المعاناه ديالك وديالو باش يعرفوا الحال شي مشكل عندي في الزيت أيه. وقال لي شي مشكل هذا الشيء تيثبت بان داك الدري هذاك البروجي راه عاني فيه واحد المعاناه راه ملي وصل يصوني عليك واحد قربي لا راه شي حاجه بي انا راه كانوا عندنا دي سيتي طيح وما كنوصلش لصوني وكاع والسيد كان يقول لك صوني عليا داري واو داري عاجبني كيما بغيت ما تسمعني اخي علاش باغي نصطاد فوق بقيت كنانسيستي عليه ولا بودا خاص تجي معاه واش السيد ما عندوش شويه مع الكومينيكاسيون بزاف تيتقاتلوا كيتحاربوا وتيفايت وتنقولها ليه ديما اخي تنقول ليه شوف راه انت هو النمبر 1 اونتربرونور ماشي حتى شي واحد في الويب هو انت تقول لي اخي سيمو واخا هكذا تنقول ليه وحق ربي لا اكبر واحد كلا العصا وباقي واقف هو انت وهذه هي اللي كتميز اونتربرونور عرفت والله حتى السيد هز الدراكه وكيتحار عادي عادي ما تقادش الشباب قال لكم سدوا الله يخلنا مشي يلاه شباب طلعوا لنا فراسكم الله يعزكم التوفيق لكم تبارك الله عليكم الشباب تلقى ان شاء الله غادي يكون في اللايف ان شاء الله كيشي بوايما بعد القصه ديال حمزه ابو الفتح ان شاء الله غدا ان شاء الله توفيق مول الخلا مول كيشي بوايما تبارك الله عليكم الخوت الله يسك الله يسك الله يسك جايز طلعوا لي فراسكم تبارك الله عليكم.